الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة ووزارة الداخلية بضرورة تأمين البلاد خلال احتفالات عيد الميلاد. والداخلية تنشر قوات العمليات الخاصة لتأمين المصريين والأماكن الحيوية. شيخ الأزهر يزور البابا للتهنئة بأعياد الميلاد، والبابا تواضروس يؤكد: لا نستقوي إلا باثنين، الله وإخوتنا المسلمين. جدل تذكرة المترو يتواصل، رئيس لجنة النقل بالبرلمان يؤكد: لا زيادة في سعر التذكرة بالخطوط القديمة. والرقابة الإدارية تضبط 9 مسؤولين أثناء تقاضي أكثر من 28 مليون جنيه رشوة. والإعدام ل9 متهمين من خلية أنصار بيت المقدس في الهجوم على كمين الفرفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل والورد والياسمين، أحلى سادة مشاهدين مشاهدي الحياة اليوم، اليوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر 2017 من الميلاد. هانت كلها 4 أيام، عندنا خميس جمعة سبت حد، ثم في منتصف ليل الاثنين أو يعني يوم الحد بالليل تبدأ أوراق السنة الجديدة، السنة الميلادية 2018 إن شاء الله. واحنا هذه الايام في موسم اعياد، سواء الكريسماس 24 او النيو يير 31 او عيد الميلاد للسيد المسيح عليه السلام يوم 7 يناير والاجازه الرسميه في مصر، فهو موسم اعياد. لكن للاسف الشديد مع موسم الاعياد بيبقى فيه موسم تاني، وهو موسم انا عايز اسميه موسم الطفح الجلدي، بس هو مش الجلدي بقى، هو موسم الطفح السياسي. يعني ايه موسم الطفح السياسي؟ عارفين الطفح الجلدي ده عباره عن ايه؟ متهيألي كلكم عارفين ان هو النتوءات والدمامل والبروز والبتاع اللي هي بتطلع كلها لما بيبقى فيه شويه تشوهات جوه، بتطلع في صوره طفح جلدي، بتطلع كده على الجلد، تقعد تاخد كريمات بقى ومضادات حيويه وتدهن وتقشر وبتاع، ويجي لك حساسيه لحد ما تبقى عايز تقطع ايدك، لحد ما تبقى عايز تقطع ايدك من كتر الهرش. بعيد عنكم. في السياسه كمان فيما يسمى من وجهه نظري الطفح السياسي. والطفح السياسي ده ما بيجيش الا كمان في الموسم. ما هو كل حاجه ليها موسم، كل سنه وانتم طيبين، ومصر ام المواسم. الناس بتستنى طول الوقت موسم ايه عشان تشتغل عليه. زي ما كان عندنا فيما بعد ثوره يناير، كان عندنا موسم اسمه المليونيات. اي 14 نفر عايزين يتضايقوا من اي حاجه يقول لك تعالى نعمل مليونيه الغضب، مليونيه الفرحه، مليونيه الكنتاكي، مليونيه المش عارف، اي بلح باللبن يتقال لك عليه مليونيه. فكان موسم، وكان على فكره بيزنس، وفي ما يسمى، والجمله اللي كرهتني في عمري اللي هي النشطاء دي كرهتني في عمري، لدرجه ان انا في مره، والله انا فاكر كويس قوي، في كان برنامج في التلفزيون المصري ساعتها اسمه مصر النهارده واثناء الايام، فحد بيعرف عليا على الهوا وبقول له مش عارف ايه فلان الفلاني كذا كذا، فبقول له يعني شغلة حضرتك ايه؟ فقال لي انا فلان الفلاني الناشط السياسي. فقلت له اي حضرتك بتنشط امتى؟ والله العظيم على الهوا كده. فقال لي يعني ايه؟ قلت له يعني بتنشط امتى؟ طب وبتنشط بتهدى بقى وبترخي في حاجات ولا هو نشاط وبس؟ وبعدين نشاط سياسي مكتوب في البطاقه ايه؟ محامي، هندسي، مكتوب عاطل، مكتوب ايه؟ ففكره النشاطين السياسيين دول كمان كترت وماخت وساخت وبوظت الدنيا. وللاسف احنا، وانا بقولها لكم اهو، الاعلام المصري في سنوات كثيره هو السبب الرئيسي في ان الناس دي بقت شخصيات عامه، وللاسف بقت اصحاب فكر، وهي اللي بتقود المجتمع. ما بتطلع في التلفزيون تقول كذا، والدستور لازم يتعمل فيه كذا، واللجنه بتاعت فلان كذا، والحكومه دي مش عارف كذا. انت مين يا ابني؟ انت مين يا ابن الحلال؟ فيتقال لك انا الناشط الفلاني كذا كذا، فتقول له ايوه يعني ايه الناشط يعني؟ يقول لك اصل انا نزلت ميدان، يا سيدي ما كل ميدان التحرير، ما مليون واحد بينزل ميدان التحرير. هو نزول ميدان التحرير ده بقى خلاص صك، يخليك بتفتي في كل شيء وبتفهم في كل شيء وتشوه كل شيء. ما علينا.
هتقولي الكلام ده كله لازمته ايه يا تامر؟ لازمته ان احنا داخلين على موسم. موسم ايه بقى؟ كل سنه وانتم طيبين. موسم الاحتفال بالذكرى كام دلوقتي؟ السادسه؟ السادسه لثوره يناير؟ السادسه يا ابني 2011. السادسه 2011 لثوره يناير 25 يناير، ثم الموسم بتاع الانتخابات بعد ثوره يناير ان شاء الله. احنا مقبلين على الانتخابات الرئاسيه. اللجنه العليا للانتخابات اعلنت انه هنبدا في شهر فبراير اعتقد الترشح، ثم ان شاء الله الانتخابات هتجرى اعتقد في شهر مارس وابريل جوه وبره وكذا، ثم الكلام اللي بتردد انه اعلان عن نتيجه الانتخابات الرئاسيه واسم الرئيس الجديد، سواء بقى السيد عبد الفتاح السيسي يترشح تاني فاسمه هيبقى ساعتها برضه الرئيس الجديد، او حد تاني. الاعلان غالبا هيبقى في شهر مايو 2018. فده موسم. قبل الموسم لازم بقى يطلع هذا الطفح الجلدي السياسي. الكلام اللي انا بقول لكم ده على انه الفرقاء والنشطاء واصحاب المصالح واصحاب الله بيلموا بعض دلوقتي. وفي قاعده احنا اتعلمناها واحنا صغيرين كتير ما بننتبهش ليها، اسمها الطيور على اشكالها مش تقع بقى تجتمع. هقول لكم شويه اسماء هي دلوقتي بدايه الموسم، موسم السياسه، موسم يناير، موسم الانتخابات، فلازم تطلع عشان السبوبه لازم تطلع، عشان الاضواء لازم تجري. وانا بقول لحضراتكم بقى كمان الاعلام اتفرجوا هيعمل ايه الفتره اللي جايه، يعني انا بسبق هو بعمل دوري وبقول لكم يا جماعه احذروا هذا الدواء، لا تشرب الدواء فيه سم قاتل. الناس بقى هتجري وتقول لك نلتقي مع وحوار كذا كذا كذا. اسمعوا، او فاكرين المهندس ممدوح حمزه الاستشاري الهندسي الكبير؟ والحقيقه هو استشاري هندسي كبير ولا كلمه، انا برضو عشان خلوني ابقى امين في وصفاتي، هو من جهه الثقه الهندسي والفني هو مكتب هندسي كبير ولا شك. والحقيقه ده اللي مزعلني منه، وهو على فكره صديق عزيز، عشان برضو انتوا عارفين، انتوا عارفين انا بسيب كل صداقاتي واحبابي وكذا على باب الاستوديو، ليه يزعل؟ يزعل. هو صديق عزيز جدا المهندس ممدوح حمزه، بس انا طول الوقت وانا ضانن عليه، ضانن، عارفين ايه ضانن؟ يعني مشفق عليه انه يسيب اللي بيجيده ويذهب الى ما لا يجيده وهي السياسه. هو سياسي، هو هندسي بامتياز وبيقدم مش عارف عروض ايه وصفقات ايه ومزايدات ومناقصات، وعنده افكار في المرور. فاكرين مره انا جبته هنا في البرنامج وقعد ساعه ونص يعمل خطه لتنظيم المرور وبتاع كلام، دماغه هندسه صح. لكن للاسف هو طول الوقت لسبب ما لا اعرفه، وانا بقول لك اهو لسبب ما لا اعرفه، هو حريص على ان يكون في قلب المعترك السياسي من زمان. وهو اعترف وقال لك انا كنت في الميدان بجيب بطاطين ومش عارف ايه وبتاع للناس. طب خلصوا ال 18 يوم بتاع ثوره يناير، بعد كده بقى يدعم المليونيات وبيقول كده انا مليونيه كذا انا دفعت فيها فلوس ايه ومش عارف ايه، عايزين ايه الشباب دول بدعمهم والولاد كذا. وهو كان اول من احتضن شباب 6 ابريل وقال لهم تعالوا، واجتمعوا عندي في المكتب، عنده مكتب هناك في شارع العجوزه كده قريب من ميدان الدقي، عنده مكتب كبير كده، قال لهم تعالوا المكتب مكتبكم. فابتدى يبقى في ملجا لشباب 6 ابريل اللي ما كانوش لاقيين قهوه بلدي تلمهم، بقوا يقعدوا في مكتب المهندس ممدوح حمزه وبتاع. فكمان اللي طلع علينا الهوهوه بتاعت 6 ابريل دي هو المهندس ممدوح حمزه. وطول الوقت مش فاهم هو عايز ايه. وفي بعض الاحيان يطلع بيانات لا تفهم دي بيانات سياسيه ولا بيانات ثوريه ولا بيانات إيه، مش معروف، والهدف منها ايه ما اعرفش. فهذه الايام وصلتني معلومات مؤكده ان السيد المهندس ممدوح حمزه يتواصل مع مجموعه من الشخصيات العامه والشخصيات السياسيه، منهم زي ما انا قلت لكم شباب 6 ابريل اللي هم كده كده بتوعه. معاه الدكتور حازم عبد العظيم. فاكرين على الدكتور حازم عبد العظيم؟ حازم عبد العظيم اللي انا سميته اكتر من مره حازم عبده مشتاق. حازم عبده مشتاق كل ما يسمع عن في تغيير وزاري او تعديل وزاري يجري على الترزي اللي في شارع القصر العيني ويقول له صفين وحته مش عارف ايه والمنديل يبقى نفس لون البتاع، ويجيب البدله ويفصل البدله ويكوي البدله وتفضل البدله متعلقه طول الوقت. طول الوقت
عبده مشتاق عايز يركب في اي مصلحة، وانا مش هنا مش بشوهه، بس انا الحقيقة مش لاقي دور تاني عمله من ساعة ما بقى شخصية عامة وبرضه من رموز الثورة. انا عايز اعرف عملته ايه للبلد، يعني كل واحد من دول يقولك انا رمز من رموز. حلو جميل، انت بقى شغلتك على المدفع ايه؟ دورك ايه؟ عملت ايه؟ نصحت في ايه؟ وعيت في ايه؟ علمت ايه؟ ولا حاجة، تشويه وتصديع ونضال وكفاح كلام بس. ابقاء واحنا ملوك لبقاء في مصر. ومين معاه تاني في هذه المجموعة اللي بيحاول دلوقتي تشكيلها المهندس ممدوح حمزة؟ المستشار هشام جنينة، فاكرينه طبعا هشام جنينة، ده احنا ما صدقنا الحمد لله الذي عافانا، ما صدقنا الحمد لله الذي عافانا وخلصنا دي من دي، لانه كان طول الوقت مش مفهوم الراجل ده بيعمل ايه هنا، فالحمد لله بقى بره، وفاكرين هو ده اللي طلع مره الكلام بتاع الفساد ومصر فاسده ومصر مش عارف ايه، فاللجنه راحت قالت له ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه ده، في حد مسؤول عن جهاز رقابي مهم زي ده يقول كلام طق حنك كده؟ فبرضه جزء من الابقاء الكتير فكره الكلام الفشنك اللي بيتضرب لتشويه سمعه مصر، لتشويه صوره مصر وبس. ومعاهم معصوم مرزوق، يمكن معصوم مرزوق ده قال لهم شهره شويه، مش عارف حضرتك تفتكروه ولا لا. معصوم مرزوق ده اللي كان في حزب الـ اسمه ايه، كرامه باين، مع السيد حمدين صباح. قال فين السيد حمدين صباحي صحيح؟ لا والله ده الموسم داخل اهو، مش عارف ليه متاخر علينا الاستاذ حمدين، موسم الانتخابات داخل، كل سنه وانتم طيبين، يمكن بس داخل في المرحله الثانيه او حاجه. فمعصوم مرزوق كان هو اللي واقف ورا حمدين صباحي وطول الوقت، عارفين دي اللي هي يلا بس وانا معاك، يلا بس وانا بتاعه، وطول الوقت وحد يخش وهو ما بيخشش. الاشتراكين الثوريين، وما ادراك ما الاشتراكين الثوريين. الاشتراكين الثوريين دول اللي طول الوقت اي مصيبه كانت تحصل في ميدان التحرير او في محيط ميدان التحرير او في شارع قريب من ميدان التحرير او في شارع ميدان سليمان باشا او في طلعت حاجه شبه ميدان التحرير، لازم تلاقي المصيبه بتاعت الاشتراكين الثوريين في وشك. حد منهم عمل شغب، حد منهم خد طوبه ومات، حد منهم رمى طوبه فقتل، حد منهم ولع فمش عارف ايه، حد منهم كسر في، لازم اي مصيبه حصلت في المصايب الكتير اللي حصلت في ميدان التحرير والجزء المحيط بميدان التحرير من بعد 2011 لحد 2013 14 تلاقي، ابحث، عارفين زي نابليون كده ما قال لك شرشله فم، انا بقول لكم شرشله اشتراكيين ثوريين. اي مصيبه سودة حط صباعك في الكهرباء تلاقي اشتراكي ثوري قاعد لك في الكوبس جوه. وانا مش عارف يعني ايه اشتراكيين ثوريين، وايه علاقه الاشتراكيه بالثوره؟ هي دي ثوره ايه؟ انا برضه في حاجات بقول لكم وبقت خلاص مسلم بيها كده وعايشه معانا. احنا ثوره يناير دي كانت ثوره اشتراكيه؟ كانت تدعو يعني للتعميم والقطاع العام ولا ليها علاقه بالاشتراكيه ولا بتاع؟ الناس كانت متضايقه شويه من بعض الضباط وبتاع، فعملوا وقفه يوم عيد الشرطه، بس ادي القصه. ثم كبرت معاهم بقى وما كانوش فاهمين. وبعدين استلم بقى الاخوان القصة وصغوها وحشوها وخللوها ورمموها وقشروها وادوها لنا بالهنا والشفة في بقنا. فايه اشتراكين ثوريين اللي هي عاملة ازاي يعني؟ وبرضو مقبولين وموجودين في الاعلام، وانا حزب الاشتراك الثوري اللي هو بتعمل ايه؟ بتشيش معسل في قهوة في وسط البلد والقهوة مشبوهة. والان بقول لكم اهو القهوة مشبوهة. وانا عارف اسم القهوة، قهوتين، واحدة مشبوهة سياسة وواحدة مشبوهة شمال. ولو كلمتوا تاني هقول لكم اساميهم. ماشي. ومعاهم السيد ابو العلا ماضي. السيد ابو العلا ماضي كان حزب الوسط باين؟ صح؟ اهو ده برضه حاجه برضه من حزب الوسط نفسه ده، حاجه ده كان اللي عمله باين مش فاكر عصام سلطان، كان هو ابو العلا وعصام سلطان ومش عارف ايه، عملوا حزب اسمه حزب الوسط وقت ما كان محمد مرسي في الوسط. فقالوا هنعمل حزب الوسط، وبرضه من كتر الاريحيه اللي كانت عندنا في مصر، ما مصر كانت ساعتها مهلبيه بالبندق، اي حد يعمل اي حاجه. فانا ساعتها كنت بشتغل لسه في روتانا ساعتها، وطلعت في البرنامج والله وقلت حزب الوسط بالنسبه لايه؟ يعني حزب الوسط بالنسبه ان احنا عندنا يمين وعندنا يسار فمستنين الوسط؟ طب هو وسط الايه؟ وبعدين انتوا مش تيار ديني؟ وابو العيله ماضي ديني؟ وعصام سلطان ديني؟ او تدعون انكم ديني؟ يبقى وسط ازاي وانتوا ديني؟ فقال لك لا احنا مش ديني. امال الدقون دي ايه؟ يقول لك الله، ما الدين لله يا ابن اللذينه، ما ترسى.
وآخرهم وليس آخرتهم عبد المنعم أبو الفتوح. سر طاقية لخفة، فاكرين عبد المنعم إبراهيم؟ فيلم سر طاقية لخفة، العلبة دي فيها إيه؟ لا، فيها عبد المنعم أبو الفتوح. تفتح العلبة وقت ما أنت عاوز تلاقي عبد المنعم أبو الفتوح، وقت الانتخابات الرئاسية بتاعت ال 12 واحد اللي دخلوا تلاقي عبد المنعم أبو الفتوح. تقول له طب أنت برضو شغلتك إيه؟ دورك إيه؟ يعني تميزك إيه عنهم؟ أنا معاهم بس مش معاهم. يعني إيه يا مولانا معاهم ولا مش معاهم؟ معاهم ولا مش معاهم؟ إخوان ولا مش إخوان؟ لا مش إخوان، بس بتعاطف معاهم. وبعدين تكتشف إنه إخواني قح، وإنه هو اللي أسس الجناح العسكري للإخوان. يعني أول واحد يشيل بندقية ولا مسدس كان اللي حطه في إيده في الإخوان عبد المنعم أبو الفتوح، مؤسس الجناح العسكري والتسليحي في الإخوان. ف مين برضو فين بتعمل إيه؟ وطول الوقت يقول لك أنا مدني، وبعدين يطلع يتكلم في الدين، وبعدين يطلع بيقول لك لا مدنية إيه المدنية دي، علمانية حرام وكف حاجات كده، وكل مرة يبقى عنده مبرره. وللأسف كل مرة كنا بنصدقه، أو مش عايز أزعل بس كان في ناس كتير بتصدقه. يعني تخيلوا أنتوا بقى كوكتيل فرغلي ده لما يتجمع مع بعض، سلام يا سلام، ده مش عايز تراميسين، ده عايز مش عارف، عايز مية نار عشان تشيل كل البثوءات والبذورات والطفح السياسي ده. والله أنا بقوله قد يكون من المصلحة أن دول يتجمعوا مع بعض عشان تبقى عارفين صاعق الناموس، لأن هم اللي هيخلصوا على بعض. هم لما يتجمعوا مع بعض ويقعدوا مع بعض هم اللي هيخلصوا مع بعض. هيخلصوا على بعض إزاي؟ لأن مفيش واحد منهم نيته صافية، مفيش واحد منهم بيشتغل لمصلحة البلد، مفيش واحد منهم عنده منهج أو حزب أو عقيدة أو أيديولوجيا شغال عليها. هم معظمهم كلهم يعملون لغرض، لهوى. إما واحد عنده هدف شخصي عايز يحققه، أو مجموعة أو جماعة بتقبض. فاللي عنده هوى شخصي أو اللي بيقبض ده مش ملك نفسه، ده تابع اللي بيقبضه. فبالتالي طول الوقت هيبقى فيه فكرة توزيع الغنايم، ولما دي تبقى موجودة وسط أي مجموعة لازم هيطلعوا المطاوي في لحظة ويغزوا بعض كلهم. عشان كده أنا معتقد إنه لو اتجمعوا هتبقى بداية النهاية لهم، بداية القضاء عليهم والتخلص منهم، لأن هم هيخونوا بعض وهيفتنوا على بعض. وبعضهم أنا بقول لكم من دلوقتي هيبقى بيبلغ جهات على بعض، وبعضهم هيبقى عايز يخلص من بعض عشان يركب هو الزعامة ويقول لك أنا الكبير، وحاجات كتير هتحصل. أنا رأيي إنها مصلحة، مصلحة إن ده يحصل للمرة الأولى والأخيرة عشان نخلص بقى من كل البارازايتس. البارازايتس دي اللي اسمها إيه بالعربي؟ الطفيليات. نخلص من كل الطفيليات اللي طلعت على السطح المصري من بعد يناير لحد النهاردة. تعالوا ننظف بقى الجرح وننظف الدمل. هيوجع شوية بس تعالوا ننظفه عشان بعد كده نشتغل على نظيف. لا حول ولا قوة إلا بالله. وجزء من المواسم، كما احنا بنتكلم عن مواسم، خلوا النهاردة الحلقة تحت عنوان حلقة المواسم، مواسم أعياد المصريين المواطنين المحترمين المسيحيين، اللي هو الكريسماس 24 ديسمبر، ثم نيو يير 31 ديسمبر، ثم 7 يناير. طبعا انتوا عارفين الكريسماس ده أعياد المسيحيين الغربيين، و7 يناير أعياد المسيحيين الشرقيين أو الكاثوليك. في موسم الأعياد دي اللي بنقول لهم كل سنة وإحنا طيبين، شوفوا بقول لهم كل سنة وإحنا طيبين، كل سنة والأمة المصرية. وأنا كلمتكم من يومين ثلاثة عن فكرة العدوى الجماعية للفرحة، لازم كلنا نفرح في أعياد المسيحيين، ولازم كلنا نفرح في أعياد المسلمين، ولازم كلنا نفرح في أعياد المصريين اللي هي 6 أكتوبر و23 يوليو وما إلى ذلك و30 يونيو وكذا. فبالتالي الفرحة فرحة مصرية مش تخص أتباع ديانة، لأن كلنا بناخد أجازة وكلنا بنفرح وكلنا حبايب وكلنا ما بنسألش بعض ديانتك إيه ولا ملتك إيه. لكن مع هذه المواسم للأعياد في كمان مواسم للصيد في الماء العكرة، في كمان مواسم
للتدخل الخارجي، في كمان مواسم لمحاولة التشويه والضغط تحت اسم يا إما حقوق الإنسان يا إما حقوق الأقليات. هتقولوا لي أقليات؟ هو المسيحيين تامر بقى تسميهم أقلية؟ هقول لكم لا طبعا، يتقطع لساني لو قلت كده. ده دي الجملة اللي استخدمها الكونجرس الأمريكي خلال اليومين اللي فاتوا وهو بيتكلم عن المسيحيين في مصر، فمطلع تقرير قايل لك فيه انه الاقليه المسيحيه في مصر حقوقها مش متاخده، وان هم بيتعرضوا لمشاكل، بيتعرضوا لاضطهاد، وان لازم نقف جنبهم ولازم نضغط على الدوله المصريه عشان نعمل يعني حاجه سواد من اللي قلبك يحبه من اللي احنا واخدين عليه، سواء من الكونجرس او من المنظمات اللي بتسمي نفسها حقوقيه زي الاخوه الانطاع اللي في هيومن رايتس ووتش. بس الحقيقه الرد جاء مفحما. الظاهر اللي انا جبت سيرتهم دول جايبين في سيرتي دلوقتي بتراوق وبتشتم عادي مفيش مشكله. الرد المصري جاء مفحما. الرد المصري جاء من البرلمان ولجنه الشؤون الخارجيه في البرلمان النهارده قالت كلام رائع. الرد المصري جاء من مجموعه من الشخصيات المسيحيه القبطيه في مصر وقالوا كلام رائع. لكن الرد الافحم والاهم والاجمل جاء على لسان القامه الوطنيه الكبيره في مصر البابا تواضروس الثاني. قال البابا تواضروس الثاني النهارده ردا على هذه الادعاءات والكلام السخيف، قال كده: نحن لا نستقوي باحد من الخارج، نحن المسيحيين في مصر لا نستقوي الا باثنين، الله سبحانه وتعالى. وبصوا الجمال بقى، بصوا الجمال بقى، وبإخواتنا المسلمين في مصر. يا ابن الذين، يا ابن الذين، يا 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 ابن الذين، دي كلها حب وكلها تقدير وكلها تعظيم للعبة الحلوة اللي قام بيها قداسة البابا تواضروس الثاني بابا اسكندريه وبطريرك كازر من القدسيه. ايه الجمال ده يا قداسه البابا؟ ايه الحكمه دي يا قداسه البابا؟ ايه الـ 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 الوطنيه دي يا قداسه البابا؟ ايه ده؟ انا ما بقولش كلمه يا ابن الذين دي الا على ضربه معلم، لما الريس كده يقوم عامل ضربه معلم جامده اقول يا ابن الذين، انا بفرحان بحد كبير، حد كبير يا ابن الذين على دي. ياه انا وانا بسمعها النهارده فانا قاعد في البيت الظهريه قعدت اسقف لقداسه البابا. ده انت مش بس بتدافع، مش بس بتدافع عن مصر وبلدك، ده انت بتحط صباعك في عين التخين. والنطع اللي بره اللي بيقول لك ده انا حبيبك ولع بس انت في موضوع الفتنه والوحده الطائفيه ومش عارف ايه وبتاع وكذا وكذا وكذا، واستقوى بيا بس وقول لي تعالى لي اتدخل وبتاع ومالكش دعوه، هتلاقيني داخل بترد عليه وتقول له لا يا حبيبي كان غيرك اشطر، حاول مرة أخرى يا باشمهندس، مش هتحصل. مش بس كده، ده مش بس بتقول له مش تحصل، ده بيقول له يوم ما يبقى حصل لي ظلم، يوم ما يحصل لي اضطهاد، يوم ما حقوقي تتاخد، هستقوى بربنا وباخويا المسلم في مصر. يعني كده كده اطلع منها انت بره. شفتوا الجمال؟ عشان كده أنا معجب قد إيه بالموقف الحكيم ده. وعلى فكرة ما كانش مطلوب منه، يعني كان عادي جدا وكنا هنطلع نشكر ونمدح جدا لو قداسة البابا طلع وقال نحن لا نستقوى بالخارج واحنا ادرى بشؤوننا، هيبقى عداه العيب ونضرب له تعظيم سلام ونقول له برافو عليك قداسة البابا، موقف وطني فيه رفض للتدخل الخارجي. لكن شوفوا الجمال، ده مش بس بيرفض التدخل الخارجي وبيقول كمان لو ليا حق مش عارف اخده هستقوى باخويا المسلم اللي عايش معايا في وطني عشان يجيب لي حقي بعد ربنا سبحانه وتعالى. في حكمة كده وفي وطنية كده وفي جمال كده. الأجمل كمان إن الكلمتين دول قالهم أثناء زيارة الشيخ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر للبابا في الكاتدرائية للتهنئة بأعياد الميلاد. فتخيلوا الموقف، المكان، الكاتدرائية، الصورة، البابا تواضروس والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وبابا الكنيسة،
وهم بيقولوا في نفس الكلمة وبيردوا على الغرب انه مفيش حد هيفرق بينا، والبابا نفسه بيقولك احنا ما بنستقواش غير بربنا وبخويا المسلم اللي قاعد جنبي ده. ياه على حلاوة اللعبة دي في التمانيات، اللعبة دي في التمانيات، في التمانيات عاملة زي جون صلاح كده اللي هو بتاع الارتو ده اللي بيروح في السوق هناك ده، بحاجة تستبخ منها وتتكيف منها وتقول الله عليك يا مصر بكنيستك وأزهرك. من أجل تقديم تهنئتي بعيد الميلاد المجيد، زار الدكتور أحمد طيب شيخ الأزهر والدكتور محمد مختار وزير الأوقاف الكاتدرائية المرقصية بالعباسية لتهنئة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية وجميع المسيحيين والشعب المصري وحلول عام ميلادي جديد. علينا جميعا قساوسة وعلماء أزهر، علينا دور مهم وكبير ومتجدد ويزداد خطرا الآن، وهو الدعوة إلى باستمرار أو التذكير في أماكن العبادة، أماكن العبادة وأركز مساجد والكنائس. زيارة للكاتدرائية من قبل الدكتور أحمد طيب وصفها البابا توادروس بأنها تبعث رسالة قوية وتؤكد أنها تعطي رسالة للعالم عن المحبة التي تجمع بين الأقباط والمسلمين، وشدد على وجود روابط قوية بين الأزهر والكنيسة على مر العصور. نسعد كثيرا أن نزوركم وتزورونا، وربنا يديم هذه المحبة القائمة التي هي صمام أمان قوي. وأكد وزير الأوقاف على أهمية دعم وتقوية روابط الوحدة الوطنية والأخوة التي تجمع هذا الشعب الأصيل العصي على الاختراق، وتربط أبنائه جميعا برباط وثيق، وتعد أحد أهم مواطن قوته وصلابته وصموده في وجه تحديات الجسام التي تحيط بالمنطقة كلها. كما أكد أن هذه الزيارة تربط القول بالعمل وتقطع الطريق أمام الأفكار الهدامة التي يحاول أعداؤنا استخدامها وتوظيفها للنيل من وحدة صفنا الوطني. يذكر أن الإخوة المسيحيين سيحتفلون بعيد الميلاد المجيد مساء 6 يناير القادم في قداس يرأسه البابا توادروس بالعاصمة الإدارية الجديدة. والحقيقة كمان لازم أعترف أنه النواب في مجلس النواب وتحديدا في لجنة الشؤون الخارجية عملوا كمان رد مفحم، لأن أنتوا عارفين الكونجرس ده هو زي مجلس النواب الأمريكي، فلازم كمان المجلس النواب المصري يتعامل معه بشكل رسمي. النهاردة كان في كلام في منتهى الروعة من النواب المسيحيين قبل النواب المسلمين، والكلام كله عن أنه هذه محض ادعاءات، هذه محض ادعاءات وافتراءات من الغرب لمحاولة طول الوقت إيجاد وسيلة، إيجاد باب، إيجاد ثغرة صغيرة كده ينفذوا منها إلينا ويحاولوا يفتتونا ويقسمونا أو يضغطوا بيها علينا. وطول الوقت بيحاولوا مع مسيحي مصر، وطول الوقت مسيحي مصر سد منيع، حائط صلب ولا حائط برلين. ما مش عايز أقول سور برليف، عشان سور برليف الحمد لله نفخنا فيه وقع نحن المصريين في ملحمة 73، لكن طول الوقت المسيحيين. وعايز أقول لكم حاجة، عايز أقول لكم حاجة عشان برضو أبقى أمين حتى الدهاية، ممكن يكون المسيحيين عندهم مشاكل، ممكن يكون المسيحيين عندهم طلبات، ممكن يكون المسيحيين عندهم أمنيات، ممكن يكون عندهم حقوق، ممكن يكون عندهم كل حاجة. كل مواطن في مصر ده عنده حقوق وعنده طلبات وزي ما عليه واجبات بالدستور، بس ده ما منعش إن وقت الجد أنا مع أخويا بجد. وقت الجد خليك في حالك يا ابن عم سام يا أمريكاني، مش أنت اللي هتجيب لي حقي، لأن أنا متأكد أولا أن أنت مش عايز يجي لي حقي، أنت عايز تاخدني بس كده كبري عشان تضغط على بلدي، وعايز تاخدني جسر وكبري علشان تكسر العلاقة اللي بيني وبين المسلمين. مش هيحصل. فالمسيحيين قمة الوطنية، النواب المسيحيين عظمة في الوطنية، الكنيسة المصرية والبابا توادروس نوبل في الوطنية المصرية، نوبل في الوطنية المصرية. النهاردة اعتقد النائبة كمان مارجريت عازر، وطبعا هي نائبة مصرية محترمة مسيحية، قالت كده، قالت انا ارفض ان يطلق علينا اقلية، نحن في مصر لسنا اقلية ولم نشعر أبدا أننا أقلية،
ولا نطالب بحقوق الأقليات. نحن مصريين لا يعني ما بنخشش في جدارية الأرقام مين أكتر ومين أقل، مين له معاج ومين معهوش. هي الفكرة إن إحنا مصريين أيا كان عدد المسلمين وأيا كان عدد المسيحيين. بصوا الجمال في الرد، بصوا الجمال في الفهم، هتلاقوا منين شعب زي ده. الحمد لله الحمد لله. طيب عشان نخلص الكلام عن الأعياد، معلش إنها كلمة المواسم دي بس خدتنا كتير النهاردة، لكن في رأيي إنه كان كلام مهم. النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه تكليفات رسمية ومباشرة إلى الحكومة وتحديدا إلى القوات المسلحة المصرية ووزارة الداخلية بتكثيف عمليات التأمين لاحتفالات أعياد الميلاد، تحديدا الكنائس والمنشآت والأماكن الحيوية، حتى تمر إن شاء الله إن شاء الله فترة هذه الأعياد بكل سلام وفرحة، سواء على أخواتنا المسيحيين أو علينا جميعا في مصر الحبيبة. أعتقد معنا فيديوهات لاستعدادات وزارة الداخلية، والحقيقة أن الفيديوهات ده أنا ببقى سعيد ليه؟ لأنه أولا بتدينا احنا نوع من الطمأنينة أن الناس دي سهرانة على راحتنا وبهذه الجاهزية وبهذا التدريب وبهذا الشكل. رقم اتنين بتعطي ردع لكل من يفكر في أنه يهز الأمن والاستقرار ويحدث أي عملية إرهابية لا قدر الله. يبص على الوحوش بتوعنا، وحوش العمليات الخاصة في وزارة الداخلية، ويعرف بعد كده أن الله حق. هذه هي قوات الأمن المركزية، وهذا بعض من عتادها في حالة من الاستنفار والجاهزية، فهي يقع على عاتقها الجزء الأكبر من حفظ الأمن والنظام باعتبارها الأكثر تدريبا وجاهزية لتشارك مع كافة القطاعات الشرطية في عمليات تأمين المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة المسيحية. فأيام قليلة ويمضي العام ويحتفل المصريون بعام جديد، وبعده الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وهؤلاء بعدتهم وعتادهم ومثلهم في المحافظات هم من سيقع على عاتقهم عمليات التأمين. احنا في حالة استنفار بصفة مستمرة، دفاعا عن أمن المشاهد، دفاعا عن أمن المواطن، دفاعا عن أمن الوطن، دفاعا عن العرض عن الشرف. بنأدي واجبنا، بنأدي اللي علينا، ودي رسالة احنا مؤمنين بها جدا، وكلنا ثقة ان شاء الله في رجال وزارة الداخلية وقوات الامن المركزي انها على اتم الاستعداد للتضحية باللي بتقدمه واللي هتقدمه واللي لسه هتقدمه، ومهما يحصل بإذن الله هنقضي على جذور الإرهاب، هنأمن بلدنا، هنأمن شعبنا، هنأمن اخواتنا، وكلنا جاهزية تامة. بنتدرب كويس، بنعمل رماية كويس، بنعمل سيناريوهات كويس، كل شيء متوقع وكل شيء جايز، واحنا على استعداد واتم استعداد للتضحية باكتر من كده لما يطلب مننا، من غير ما يطلب مننا ان شاء الله باذن الله هنبقى عند ثقة الشعب المصري فينا. وزارة الداخلية تنفذ خطتها الموضوعة لتأمين احتفالات المصريين برأس السنة وعيد الميلاد المجيد من خلال انتشار القوات الأمنية على مستوى الجمهورية، والتي ستؤمن هذه الاحتفالات بكل حسم مع عدم التهاون مع أي خروج على القانون. وهذه القوات لديها من الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي محاولة لتعكير صفو احتفال المصريين، وجاهزيتها تبعث برسالة للجميع. جاهزين ومستعدين لأي مواجهة لأي نوع في أي وقت، خصوصا أن احنا حاليا في وضع ما فيهوش ثوابت، بالعكس متغيرات في أي لحظة ممكن في أي وقت، ودي الثقافة اللي بنوصلها لقواتنا سواء مجند أو فرد أو ضابط، أن أنا في أي وقت ممكن أواجه. بدا على الجميع الإصرار والعزم على التصدي الحاسم لمن يحاول النيل من استقرار الوطن، فالتقنيات متوافرة للتعامل والتدريب على أعلى مستوى، والخطة الأمنية الموضوعة لتأمين الاحتفالات يتم تنفيذها ميدانيا وبحرفية. وافق مجلس النواب نهائيا برئاسة الدكتور علي عبد العال على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يصل عددهم لأكثر من 15 مليون معاق، وجاءت الموافقة خلال الجلسة العامة اليوم بعد إعادة المداولة على عدد من المواد، وذلك بعد الموافقة على المادتين 25 و26 اللتان تنصان على حق ذوي الاحتياجات الخاصة في الجمع بين أكثر من معاش وتخصيص 5% من المساكن والوحدات السكنية التي تنشئها الدولة له.
له. فقانون ذوي الإعاقة يضم لأول مرة الأقزام، وينص على إصدار بطاقات خدمات متكاملة لذوي الإعاقة تجدد كل 7 سنوات. تلتزم وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بمحو أميات من فاتهم سن التعليم الإعفاء الضريبي والجمركي لسيارات ذوي الإعاقة، وتكون من حق كل معاق أيا كان نوع إعاقته تخفيض 50% على كافة المواصلات العامة، تخصيص 5% لهم من الوحدات السكنية، أحقيتهم في التمثيل بنسبة 5% في مدارس الدمج التعليمي والمدن الجامعية، تمثيلهم بنسبة 5% بشركات القطاع العام والقطاع الخاص وقطاع الأعمال، حق المعاق في الحصول على الجمع بين الراتب والمعاش، الإلزام بتهيئة كافة المنشآت لذوي الإعاقة، وألزم المدن الجامعية بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% للأشخاص ذوي الإعاقة بهذه المدن، خفض ساعات العمل في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانوني لذوي الإعاقة بالسجن المشدد. قانون تسبب في خلق حالة من الفرحة العارمة لدى ذوي الاحتياجات الخاصة، لأنه أكد أن المعاق أصبح له صوت يسمع بعد أن ظل مهملا لسنوات عديدة، مشيرين أن القانون يعد من أفضل إنجازات البرلمان الحالي، وأنه حقق طموحات وأحلام 15 مليون مواطن من متحدي الإعاقة. أهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. التقرير اللي احنا سمعناه دلوقتي بيواجهنا بحقيقة ما كنا نتغافل عنه، امبارح البرلمان أقر بشكل رسمي القانون المتعلق بأصحاب الإعاقة أو ذوي الإعاقة أو المعاقين، وأنا قلت لحضراتكم أن أنا بستخدم هذا المصطلح رغم أنه هو قاسي شوية، بس لحد ما يتغير الحال ويبقوا ذوي احتياجات خاصة ثم ذوي قدرات خاصة، وده مش هيحصل بيهم لوحدهم، لازم احنا نساعدهم على ده. شفتوا الرقم اللي موجود في مصر قد ايه؟ ما يقارب 15 مليون معاق. 15 مليون معاق، يعني لو احنا قلنا احنا 90-95 يعني بنتكلم على 15-16% ويمكن اكتر كمان النسبة. 15-16% من شعبك عنده اعاقة وانت نسيه، وانت بتزود اعاقته، وانت بتزود على ظلمه، وانت بتدوس عليه زيادة. اتمنى انه اقرار القانون امبارح يبقى بداية الاستفاقة المصرية لنصرة هؤلاء، والحقيقة اللي بيثبتوا في كل مرة بياخدوا فيها فرصة ان كل واحد معاق بعشرة من الاسوياء. شوفوهم في كل حاجة، شوفوهم في البطولات الاولمبية بيعملوا ايه، بيروحوا يرجعوا بميداليات قد ايه، والاسوياء بتوعنا بيروحوا يرجعوا بالحمد لله على كل شيء. الدول المحترمة هي التي ترعى معاقيها قبل أن تفكر في أسويائها. طيب، النهاردة صدرت بعض التصريحات المهمة جدا من خلال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والحقيقة تصريحات في أكثر من سياق، عشان كده خلوني أرحب ضيفي العزيز معي على الهاتف الكاتب الصحفي الكبير رئيس مجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الأستاذ مكرم محمد أحمد. مساء الخير يا أستاذ مكرم. أهلا مساء النور، يا رب تكون بخير. أنا بخير طول ما حضرتك بخير، وكل سنة وحضرتك طيب، وسنة سعيدة على حضرتك إن شاء الله يا أستاذ مكرم. طيب، وكل سنة وأنت طيبين، وكل سنة ومصر طيبة يا رب إن شاء الله. إن شاء الله. أولا خليني أبدأ مع حضرتك بالمقالة اللي حضرتك كتبتها وبتتمنى فيها موسم أعياد آمن وفي سلام لمصر كلها ولإخواتنا المسيحيين، وأنا أعتقد إنه دي يعني أمنية عامة لينا جميعا كمصريين في هذه الأيام يا أستاذ مكرم. أنا أتمنى من كل مصري، أتمنى أن أقباط مصر ما يعانوش اللي عانوه السنة اللي فاتت، وأن الكنائس تكون آمنة، وأنهم يقضوا عيد ميلاد مجيد آمنين سالمين شأنهم شأن المصريين، وأتمنى من كل المسلمين أن يحيطوا الكنائس الموجودة في أحيائهم بالحب والحماية، وأتمنى من كل شاب مصري أن يقف إلى جوار كنيسته يحميها. لا ينبغي اطلاقا ان هذه الشلة او هذه القلة من المجرمين امهم يحولوا عيد جميل الى يعني محزنة كل عام. عاوزين اخواننا الاقباط يفرحوا باعيادهم ونفرح معاهم. صحيح، ان شاء الله بتكاتفنا حولهم وبتكاتفنا معا يتحقق ده ان شاء الله. ان شاء الله. خليني انتقل لبعض المعلومات او الاخبار الصادره عن مجلس اعاده تنظيم الاعلام، ويمكن في خبر هو يمكن الاكثر جماهيريه يا استاذ مكرم، حضرتك قلتوا انه بتحاولوا
تبث مباريات كأس العالم القادمة في روسيا إن شاء الله من غير تشفير على القنوات الأرضية، ده صحيح؟ أيوة، إحنا ألزمنا أو على الأقل أقنعنا وزراء الإعلام العرب بأن يصدروا قرارات بأنه من حق الجماهير العربية ومن حق الدول العربية المشاركة في مباريات كأس الكرة أن جماهيرها تتمتع بمشاهدة هذه المباريات دون تشفير، وده حق من حقوقهم. وتكلمنا مع اتحاد الكرة المصري وتوافق معنا توافق كامل، وأرسلنا بالفعل إلى الاتحاد الدولي للكرة مطالب بحق الجماهير المصرية في المشاهدة الأرضية والبث الأرضي دون عوائق. وأظن أيضا أن اتحاد الإذاعات العربية وهو اتحاد نشيط وجدير بالاحترام، صحيح، مقر تونس النهاردة تكاتف معانا، وهو اللي بيحمل رسالته، وإحنا مكلفينه بأنه يتكلم باسم العرب جميعا أن الدول العربية المشاركة في كأس العالم لابد أن جماهيرها تتمتع بالمشاهدة الأرضية لهذه المباريات دون عوائق، وإن شاء الله هننجح وسنسعى كل جهدنا كي نحقق هذا الهدف إن شاء الله. هل ده ما يتعارضش مع الاتفاقات التجارية والشركات اللي متعاقدة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم على حصرية البث؟ لا أعتقد ده في 24 مباراة أو أكثر تحديد، ممكن إن أنا أعرف بكرة إنه لنا حق إن احنا نشاهدهم على القنوات الأرضية دون حواجز. ممتاز، يعني التفاصيل هتبدأ بالظهور من بكرة، وحضراتكم هتتابعوا مع اتحاد إذاعات الدول العربية. بقالنا أسبوعين في هذا الموضوع ومستمرين بجهد متصل، وبيساعدنا في هذا اتحاد الكرة المصرية مساعدة قوية أيضا زائد اتحاد الإذاعات العربية. ممتاز ممتاز، ودي أخبار مفرحة جدا، أعتقد الشعب المصري كله هيبقى حقق بيساندكم في هذه المهمة إن شاء الله. على المستوى المهني يا أستاذ مكرم، كمان صدرت بعض الأخبار النهاردة من المجلس بتقول إن أنتم بتعكفوا على إعداد لائحة للجزاءات والعقوبات فيما يتعلق بمخالفة المعايير المهنية في الإعلام. مظبوط مظبوط، يعني الأسبوع الجاي أستطيع إن أنا أقول لك إن سيكون عندنا لائحة كاملة فيما يتعلق بالعقوبات في مخالفات المتعلقة بالصحافة، المخالفات المتعلقة بالدراما، المخالفات المتعلقة بالنقد الرياضي والملاعب وسلوك الصحفيين في الملاعب وفي الكرة. يعني بنحاول قدر الإمكان إن احنا نعمل ضوابط أخلاقية، ضوابط مهنية، ضوابط حرفية لمهنة الصحافة في كافة المجالات، وشايف ان المحطات متجاوبة معانا، وشايف ان الرأي العام متجاوب معانا، وشايف ان احنا بنحقق نجاحات بسيطة حقيقية، لكنها نجاحات بسيطة ومستمرة وبتضع شواطئ للفوضى اللي كنا موجودين. الله يفتح عليك، انا عايز اقول لحضرتك ده مطلب جماهيري، ويمكن رغم انه هذه ربما كان كاعلامي تقيدني، لكن انا واحد من الناس وحضرتك تعلم انه طول الوقت بطالب بضبط هذه الفوضى، لانه الاعلام كان بيحدث مشاكل كبيره جدا على المستوى الوطني والقومي يا استاذ مكرم. يعني 8 سنوات في فوضى عارمه بدون شواطئ بدون مسؤوليه، صحيح، واحد يتصرف كما يتصرف في يعني وكانه يتصرف في عزبه، ده وطن، ده بلد، بمهن، بتقاليد، لابد ان يكون لها اداب، ولابد ان تحترم ادابها، وسوف تحترم ادابها ان شاء الله. ممتاز، اخيرا يا استاذ مكرم، هل هذه اللائحه ووضوحها ممكن يفض الاشتباك شويه اللي كان حاصل مثلا ما بين المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ونقابه الاعلاميين؟ والله احنا ما بيننا وما بين اي حد اشتباك. ولا نسابق احدا على عقاب احد. كل مهمنا ضبط اخلاقيات المهنه، ضبط الاداء، وانا من خلالك اهو ببعت تحياتي لحمد الكنيسي بقول له خفف شويه عننا، احنا ما بنعملش حاجه، احنا كل بنعمله خير. وايضا كمان وبالعكس، ده احنا كنا اول من رفع رايه ضروره وجود نقابه الاعلاميين. صحيح، الله يسلمك، بشكرك شكرا جزيلا. طيب، وسنه طيبه على مصر وحضرتك، سنه طيبه على اخباط مصر،
وبترجى من كل شباب مصر انهم يحموا كنائس مصر. شكرا جزيلا للكاتب الصحفي الكبير والمفكر الكبير ورئيس لجنة تنظيم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الأستاذ مكرم محمد أحمد، وكل سنة وحضرتك بألف خير، وربنا يمتعك بالصحة عشان تفضل كده قيمة كبيرة صحفية وإعلامية وملهمة لينا دائما يا أستاذ مكرم. الحقيقة الكلام اللي قاله أستاذ مكرم في منتهى الأهمية في كل الأصعدة. واحد، عشان بس أعيد العناوين دي، واحد أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالاشتراك مع الاتحاد المصري لكرة القدم وبالتنسيق مع اتحاد إذاعات الدول العربية وبالتواصل مع وزراء الإعلام العرب بيحاولوا جاهدين الحصول على مباريات كأس العالم على الأقل التي تخص المنتخبات العربية المشاركة فيها لكي تبث وتذاع على الهواء مباشرة على القنوات الأرضية مش على القنوات المشفرة زي ما بنشوف لحد دلوقتي. رقم 2 إنه اللائحة الخاصة بالجزاءات والعقوبات لمن يخالف المعايير المهنية والأخلاقية في الصحافة وفي الإعلام والدراما والنقد الرياضي سيتم وضعها الأسبوع القادم وسيبدأ تفعيلها. 3 النقطة اللي قالها أنه لا يوجد اشتباك، لا يوجد تداخل، لا يوجد مشاكل ما بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ولا الهيئة الوطنية للإعلام وما بين نقابة الإعلاميين، وحتى بنوع من التكرم الأستاذ مكرم قال ببعت تحياتي للأستاذ حمدي كنيسي اللي هو القائم بأعمال نقيب الإعلاميين حاليا حتى إجراء الانتخابات القادمة. طيب، كنا قبل الاتصال بتاع الأستاذ مكرم بنتكلم عن البرلمان وإقراره امبارح لقانون ذوي الإعاقة، وكلمت حضراتكم خلاص عن موضوع الإعاقة ده، وياريت ما نتكلمش فيه تاني، ياريت نتكلم طول الوقت على الإنجازات والخطوات الإيجابية اللي بتحدث لصالح المعاقين، مش يعني يا رب ما اطلعش أتكلم بعد كده أشتكي بلسان المعاقين، عايز اطلع اقول الحمد لله المعاقين مبسوطين، الحمد لله المعاقين بيشكروا، الحمد لله المعاقين بيمكنوا، نفسي ده اللي يبقى على لساني الفتره اللي جايه مش العكس. في البرلمان كمان لسه في الجدل الكبير المثار بقصه تذكره المترو. قلت لحضراتكم اول امبارح التصريح الواضح الذي صدر على لسان المهندس دكتور هشام عرفات وزير النقل المصري اللي قال فيه انه خلاص تقرر زياده سعر تذكرة المترو اعتبارا من العام المالي الجديد، العام المالي الجديد ده اللي هيبدأ من 1 يوليو 2018، ان شاء الله ربنا يحيينا ويحييكم. وقال انه الزيادة لم تقرر بعد سعرها بالظبط، لكن مش هتزيد عن 5 جنيه. دي التصريحات بتاعت وزير النقل. هذه التصريحات اثارت حالة من الجدل الكبير في كل الاوساط، سواء الرأي العام والمستخدمين للمترو، ودول بالملايين، قلت لحضراتكم انه ما بين 2 إلى 3 مليون مستخدم يوميا لمرفق المترو في كل الخطوط وفي كل الاتجاهات. اثارت جدل وبلبلة ايضا ما بين لجنة النقل في مجلس النواب، وفي التصريح اللي طلع النهاردة من رئيس لجنة النقل في البرلمان ومجلس النواب اللي بيقول لا مفيش زيادة لأسعار التذاكر في المحطات القديمة، المحطات الجديدة نفهم ده ممكن نتكلم فيه، بس مش ده الكلام اللي قاله وزير النقل. فعشان نستبين الحقيقة معي على الهاتف الأستاذ محمد زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب. مساء الخير يا سيادة النائب. مساء الأنوار على حضرتك. ازي حضرتك يا محمد، بيك وصحة حضرتك. طيب، اهلا بيك، كل سنة وحضرتك بخير والشعب المصري بخير وسعادة يا رب. يا رب ان شاء الله. هتزيد ولا مش هتزيد؟ قديمه ولا جديده؟ هنقول لحضرتك يعني تصريح معالي الوزير كان خارج اطار لجنه النقل والمواصلات، وهو كان عندنا امبارح وقال باختصار ان في خط ثالث وخط رابع هيبدا تشغيله في نهايه العام، يعني في منتصف 2018 تقريبا الخط الرابع ان شاء الله، وتشغيل الخط الثالث على اساس ان عدد المحطات هتزيد، وانه عايز يعمل شريحه بحيث ان يكون كل 10 محطات سعر. أي. احنا تناقشنا مع السيد الوزير وقال طبعا ان الزيادة المقررة يتم دراستها بطرق فنية، واحنا من وجهة نظرنا ان احنا يعني المواطن البسيط والكلام ده كله، انا قلت ان المفروض ان يكون في الكارت، كارت للمواصلات، كارت ذكي، بمعنى يقول للموظفين والطلبة وكل من يعتاد المترو بصفة يومية يكون بسعر مناسب حتى مراعاة للبعد الاجتماعي. ولكن هناك نقطة مهمة جدا، احنا عندنا مرفق تاني ومرفق السكة الحديد وما آل إليه من انهيار في المرحلة في الفترة الأخيرة، وشفنا انه مطلوب عشان يتم تطويره 100 مليار جنيه. صحيح. ده نتيجة الخسائر المستمرة ثم المستمرة والإهمال المنقطع. النهاردة بنعاني وبنبدأ
من خلال القروض والاستدانة عشان نصلح هيئة السكة الحديد. أي. فأنا مش عايز هيئة المترو تصل إلى ما وصلت إليه السكة الحديد من انهيار. فلازم إن أنا نبدأ نفكر صح، هل أنا المواصلة اللي ممكن يوصلها بالطرق الشعبية زي الميكروباص وغيره أم 10 جنيه يركبها المترو ب 2 جنيه؟ لا، المفروض إن أنا برضو نحافظ على هذا المرفق، لأن أنت عارف إن مرفق مترو الأنفاق لو تعطل 5 دقايق في مصر تحصل كارثة. وهو عانى كتير من الأنظمة التحكم الموجودة فيه، وأنظمة التذاكر كانت بتعاني في الفترة الثانية قبل الزيادة الجنيه. فإحنا النهاردة هم بيركبوا في الخطوط القديمة محطات التحكم ومكانات التذاكر الجديدة. فإحنا متطلعين إن عدد المحطات هيزيد جدا بالخط الثالث والرابع. إيه المانع إن يكون في كل عدد من المحطات له تسعيرة معينة عشان ما نخسرش خدمة هذا المرفق ونحافظ عليه من حيث الصيانة والتشغيل؟ ده كلام منطقي. فكرة الإعلان اللي قاله الوزير كمان إنه بشكل لجنة دلوقتي عشان يشوف فكرة التسعير حسب رحلة المحطات، دي مهمة جدا، ومراعاة البعد الاجتماعي مهم جدا للطبقات اللي بتعتاد ركوب المترو بصفة مستمرة. أي. مش هتعامل نفس المعاملة. طيب انا كان عندي اول امبارح ضيف العزيز الاستاذ محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، وكان بالصدفة بيعلق معايا على هذا الخبر لانه كان بعد دقائق من تصريح وزير النقل، فكان بيقول انه هيفكر في البرلمان ومن خلال التوجه لحضراتكم في لجنة النقل على فكرة ان يتعمل اشتراكات وابونات علشان الناس ما تاخدش. دي فكرة الكارت الذكي اللي انا بقولك عليه، هي نفس القصة انه الكارت ده يصدر لفئات معينة، الفئات المعتاده اللي بتركب المترو ذهابا وايابا اكتر من مره في اليوم، اللي هو زي موظفين الحكومه زي الطلبه. أيوة. والطلبه. أيوة. يعني دي بالذات لازم يكون لها اعتبار، لان ده مش هيقدر يدفع 5-6 جنيه في المشوار الواحد رايح جاي كل يوم. أيوة. ميزانيته ترهق جدا. اهم نقطه اللي احنا اتكلمنا فيها اللي هي الاشتراكات، بدل ما تكون اشتراكات يبقى كارت ذكي مشحون معروف التكلفه بتاعته. أيوة. بسعر مخفض للطبقه دي. ممتاز، فانتوا شغالين على ده يا سياده النائب. وانا برضو يعني مش عايزين نسبق الاحداث، احنا لسه في نهايه عام. وهنبدا الكلام ده يعني بقاله 6 شهور كمان. نتمنى من الله ان الظروف الاقتصاديه في مصر والاستثمار يزيد بدرجه تجعلنا ما نفكرش في زياده اي سعر، يكون يعني طبعا ده بنتمناه، بس مش هنراهن على ده لوحده، لازم كمان نشتغل علشان وقت التطبيق ما تحصلش مشاكل. نحط يعني بامانه مش عايزين نحط دماغنا في الرمل دايما ونقول لا لا، انا بندرس الموضوع، ايه الصالح العام اللي حافظ لي على مرفأ انا ما نقدرش نستغنى عنه لمده 10 دقائق؟ لان طبعا موضوع السكه الحديد طول شرحه بامانه شديده بيكلف الدوله مليارات عشان يبدا يكون عندنا خط سكه حديد جديد تاني. ده كلام مظبوط. شكرا جزيلا نائب محمد زين وكيل لجنة النقل. طيب واحنا لسه في البرلمان في حاجة لطيفة قوي 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 الحقيقة عاملينها النواب النهاردة، وهي ردا على الاستفزاز الامريكي الاسرائيلي. هي طبعا عشان بس نبقى لا ده اللي هيرجع القدس ولا ده هيرجع القدس، بس هي في النهاية نكاية، والله هي باللغة العربية الفصحى كده انا مبقبحش، نكاية في ده. هم حاولوا يستفزونا، ما لقيتش الفعل اللي ممكن يخليها كده حدودنا في داهيه، فحاولوا يستفزونا نكايه فاحنا بنستفزهم نكايه. اسرائيل عملت ايه؟ طبعا ترامب يوم 6 ديسمبر اللي فات قام عامل القرار المنيل بتاعه بتاع الاعتراف بالقدس على ثمن اسرائيل والموافقه على نقل السفاره الامريكيه من تل ابيب الى القدس. أم جه الحكومة الإسرائيلية امبارح وقالت لك احنا هنعمل محطة مترو، هو عندهم مترو طبعا في القدس، هنعمل محطة مترو هنحفرها وهنفتتحها خلال كام شهر. هذه المحطة هتبقى على بعد حوالي 50-60 متر بس من حائط البراق اللي هم بيسموه الإسرائيليين حائط المبكى، لكن هو طبعا حائط البراق المقدس لدينا. فهنعمل محطة مترو على بعد 50-60 متر من حائط البراق ده، او اللي هو بيسموه حائط المبكى. وهيسموا المحطة المترو ايه؟ زي ما احنا عندنا هنا محطة السادات ومحطة عبد الناصر، هيسموها هي محطة دونالد ترامب. شوف يا ولا، قال يعني في الاخر بيعمل لنا ايه؟ بيعمل لنا ترامب اللي مضايقك وده هعمل له محطة، هعمل له محطة. ماشي. وما اكدبش عليكم، انا لما قريت الخبر استفزيت،
استفزيت جامد، استفزيت استفزيت يا واتضايقت، ولا تولع المحطه ولا تفرق معايا ولا هركبها ولا اكش عنها ما فتحت، لكن في النهايه استفزيت اتضايقت. فالنهارده نوابنا في البرلمان فكروا فكره اللي هو برضو اقول لهم يا اولاد الذين، فكره حنكبازيه جدا برضو هي في النهايه معنويه اسميه، مش هتعمل حاجه على مستوى الصراع العربي الاسرائيلي وتعيد القوة. عارفين حضراتكم ان في وسط العاصمه المصريه القاهره موجوده السفاره الامريكيه في حي اسمه حي جاردن سيتي، والشارع اللي موجوده فيه السفاره الامريكيه اصطلح على تسميته باسم شارع السفارة الأمريكية، هو أصلا اسمه شارع توفيق دياب كويس، لكن من كتر ما بقت السفارة الأمريكية متمترسة ومتحصنة وقفل الشوارع ده وحط المتاريس هنا ومش عارف ايه وبتاع، وهي بقت أهم معلم في هذه المنطقة، بقى اسمه شارع السفارة. فيقول لك أنا رايح فين؟ أنا جاي من شارع السفارة. هتوصل كورنيش النيل ازاي؟ يقول لك هعدي من شارع السفارة الأمريكية. خلاص، وإحنا من وقت ما كنا حبايب الامريكان واحنا قلنا يلا يا عم خدوا الاسم الشارع برضو حلال عليكم، لكن دلوقتي لا، مجموعة من النواب مش حتى ناس في الشارع، نواب المحترمين الافاضل في البرلمان بيعملوا حملة توقيعات دلوقتي، بيمضوا على طلب هيقدموه للدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية. عارفين وزير التنمية المحلية ده هو المسؤول عن المحافظين وبالتالي عن المحافظات والشوارع والاحياء وما الى ذلك. الطلب اللي هيوقع عليه عدد كبير من النواب طلب بايه؟ بتغيير اسم الشارع من توفيق دياب او من شارع السفارة الامريكية الى شارع القدس العربية. حلوة اللعبة، الحلوة حلوة. الانيل من كده انه مش بس كده على المسمى وبتاع مش انتوا هتسموا المحطه؟ طب احنا شارع كامل بقى مش محطه، هتسموا شارع هنسمي مدينه القدس، ما عرضناش حاجه، احنا عندنا فيش اكتر من المدن والشوارع في مصر الحمد لله. الالطف من كده بقى انه ده اجبار ان كل المخاطبات لو حصلت وبقى اقرار رسمي انه الشارع ده اسمه شارع القدس العربيه، اي حد عايز يبعت جواب للسفاره الامريكيه هيقوم كاتب كده على الجواب من بره عشان المستجوب بيوديه، السفارة الأمريكية حي جاردن سيتي شارع القدس العربية. يعني السفير كل يوم الصبح هو بيفتح البوسطة على 18 قدس عربية، السفير الأمريكي كل يوم الصبح بيفتح بوسطة كل جواب مكتوب عليه القدس العربية، كل جواب لما يكلم واحد صاحبه يقول له تعشم معايا القهوة يقول له انت فين؟ اقول له انا في شارع القدس العربية. هي مكايدة وهي لمؤاخذة وهي كل حاجة بس حلوة. ما هو الإسرائيليين دول أساتذة في الاستفزاز. لا، على الاستفزاز تعالوا اتفرجوا وتعلموا من هنا، تعالوا اتعلموا مننا، نحن ملوك الحاجات دي، هتروق وتحلى إن شاء الله. طيب، خبر اللي أنا طول الوقت بقوله لحضراتكم وببقى فرحان وزعلان، الخبر اللي ما تبقاش فاهم انت يعني سخن ولا بارد، اخبار النشاط الرائع لرجالتنا في الرقابة الادارية في كشف الفساد وضبط عمليات الرشوة واهدار المال العام والتربح بدون سبب وبمخالفة للقوانين. هتقولوا لي يا تامر طب بتزعل ليه؟ هقول لكم بزعل لانه لسه الفساد كده، ولسه البجحة كده، ولسه المسؤولين كده. هتقولي مسؤولين؟ هقول لكم مسؤولين. النهارده الرقابه الاداريه خدوا بالكم في بعض الاحيان الرقابه الاداريه بتقول لك ظبطنا بعض الموظفين مش عارف ايه كذا وكذا، ممكن تقول لك اسمائهم. النهارده الرقابه الاداريه قالت لك ظبطنا عمليه فيها رشوه وتسهيل استيلاء على المال العام وفساد لتسعه مسؤولين كبار. تسعه مسؤولين كبار كانوا بيلعبوا في كام؟ في 28 مليون جنيه ما بين العمولات والرشوات تسعة. اقسم 28 مليون جنيه على تسعة يبقى حوالي كل واحد تلاتة أرانب وورك أو الزلموكة. بس طبعا انتوا عارفين في مصر لا ده مية محفوظة، عمر التسعة ما هيبقوا أدمية واحدة، فهتلاقي واحد واخد له ورك وزلموكة والريش بتاعت الأرنب، فواخد له 3-5-6 مليون، واحد تاني واخد له 3 مليون، وفي واد غلبان يا دوبك بس عمل ايه؟ كان مرسال كده ومش عارف ماشي الورقه وبتاع، خد له
يا دوبك شوربه ما خدش كملش الارنب خد شوربه ارانب بس اللي هي مثلا 100,000 ولا 200,000 ولا بتاع حاجه. والله العظيم هم يضحك وهم يبكي. شكرا جزيلا لرجالتنا الواعيه والسهرانه في الرقابه الاداريه، ويا رب يا رب ما اطلعش اقول الاخبار بعد كده دي لانه معناها انه مفيش فاسدين، بس واضح ان المشوار لسه طويل. تقرير. استكمالا لجهود الرقابة الإدارية في توجيه عدد من الضربات لمواجهة جذور الفساد بالجهاز الإداري للدولة في عدد من المحافظات، ففي محافظة بني سويف ألقي القبض على مدير مديريات الإصلاح الزراعي لعرضها الرشوة على مدير المخازن بالمديرية التي يرأسها، وذلك لإصداره قرار يولي به الثاني منصب مدير الشؤون المالية بالمديرية، فيما يعد ترقية ومكافأة له مقابل أعداده تقرير مالي يثبت فيها على خلاف الحقيقة تسوية مبالغ 5 ملايين جنيه، والتي تمثل جزءا من 27 مليون استولى عليها من أرصدة الجمعيات الزراعية بمعرفة مسؤول المديرية وبمعاونته. أما في محافظة البحر الأحمر فقد ألقي القبض أيضا على مدير مديرية المساحة بالمحافظة متلبسا بتقاضي مالية على سبيل الرشوة من محامي أحد المستثمرين العرب مقابل قيامه بإنهاء إجراءات الكشف المساحي لقطعة أرض ملك المستثمر مساحتها 6250 متر مربع بمدينة الغردقة. كما تم القبض على مدير إدارة الحسابات بالشركة العامة لاستصلاح الأراضي متلبسا بتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة على مراحل قيمتها 155,000 جنيه من مقاول الباطن مقابل إنهاء المستخلصات الخاصة بأعمال التكريك والمقاولات التي ينفذها لصالح الشركة بحوالي 19 مليون جنيه، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه. وفي هيئة السك الحديد تم القبض على مدير عام الشؤون القانونية متلبسا بتقاضي مبلغ 35,000 جنيه على سبيل الرشوة مقابل القيام بمهام وظيفته باتخاذ الإجراءات الواجبة لتنفيذ 35 حكم تعويض صادر لصالح بعض المواطنين ضد هيئة السك الحديد، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه. أما في مطار القاهرة الدولي فتم القبض على مدير عام أمن المحطات والنقل الآلي متلبسا بتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب أحد شركات القطاع الخاص التي تعمل بالمطار في مجال الصيانة والنظافة مقابل عدم فرض غرامات مالية على شركته وجار التحقيق مع المتهم بمعرفة النيابة العامة. وفي محافظة الشرقية ألقي القبض على طبيب جراحة العظام بمستشفى الزقازيق الجامعي وعلى 2 من مسؤولي شركة توريد مستلزمات طبية موردة للمفاصل الصناعية والمستلزمات التي تخص جراحة العظام أثناء تواجدهم رفق الطبيب بغرفة العمليات ومتلبسين بتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت إجماليها حوالي 25,000 جنيه من 4 مرضى أجريت لهم عمليات جراحية للعظام في ذلك اليوم، وذلك مقابل تسهيل إجراءات دخولهم وتوفير المستلزمات الطبية الموردة من الشركة بالرغم من صدور قرار علاجهم على نفقة الدولة يشمل ويغطي كامل تكاليف الجراحة بغية تربيح أنفسهم والشركة على حساب المرضى، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمر بحبسهم. وأخيرا في محافظة الجيزة ألقي القبض على مسؤولة حسابات العملاء بمكتب بريد العزيزية بالبدرشين لاستيلائها على مبالغ مالية من حسابات المواطنين العملاء بالمكتب وبلغ ما أمكن حصره منها حوالي 1,000,000 جنيه، وذلك عن طريق تزوير طلبات صرف تلك المبالغ دون علم أصحابها، وجار عرض المتهم على النيابة العامة. الله العظيم يتعمل فيلم، يتعمل فيلم الفساد في مصر يتعمل له أفلام، ومفيش حد يعني مش عايز أقول الكلام ده عشان برضو ما لوسش سمعة ناس شرفاء إلا من رحم ربي وإلا الشريف والله أعلم بالنوايا، بس ما بقاش في حد تثق إنه مش كده يعني. والرقابة الإدارية بتعلن النهاردة بتقول لك المستشار القانوني اللي مش عارف اللي هو المفروض حميها، المستشار القانوني ده هو اللي بيقول ده صح وده غلط، ده مخالف للقانون وده مش مخالف للقانون، فلما بقى هو اللي مشترك وهو اللي مقنن الفساد تعرف انه حميها حراميها في الإدارة دي او في القسم ده او في الوزارة دي او في المصلحة دي او 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 فيعني على فكرة خطورة الموضوع ان انت بعد كده اما تيجي تتعامل مع الناس اما يقول لك انا المستشار القانوني لكذا وكذا وكذا تقول له طب ما ايه مشكلة كبيرة، والله مشكلة ان الفساد يعم كده، فالشبهة كمان تعم، هي دي الخطورة. الخطورة مش بس في الفساد نفسه، ان شبهة الفساد تعم فالناس ما يبقاش عندها اي ثقة في الشفافية، ما يبقاش عندها ثقة في الشرف، مجرد حد نقول لهم يا جماعة انا شريف يقول لك بأمارة ايه، من اللي احسن منك طلع فاسد، واللي المفروض بيحمي القانون فاسد، واللي المفروض بيطبق القانون فاسد، واللي بيعمل كذا هتيجي انت اللي تعمل شريف. فدي مشكلة كبيرة، عموم الشبهة في منتهى الخطورة، وساعتها الشريف هيتلوث قبل الفاسد.
لك الله يا مصر. طيب النهاردة المحكمة العسكرية قضت بإعدام 9 متهمين من خلية أنصار بيت المقدس من خلال الهجوم اللي شنته على كمين الفرافرة. وأنا شهادتي مجروحة الحقيقة، وفي بعض الناس بيختلفوا معايا في الحكاية دي. أنا شايف كل الأحداث الإرهابية تروح للقضاء العسكري، ده رأيي. وأنا هنا لا ألزم أحد، ولا بقول إن ده الصح المطلق، ولا بقول إن ده يعني عين العقل وبتاع. أنا بقول من وجهة نظري أن المصلحة الوطنية تقتضي ده، والأحوال والواقع بيقتضوا ده. المحاكم المدنية مكدسة ومكتظة بملايين ملايين المرافعات والدعاوى، ومنها مرافعة على حيطة ما بين جارين ممكن تقعد 6 سنين، قاضي يقعد طول عمره عشان يحكم في ان الحيطة دي تتهد ولا ما تتهدش بين جارين. ما في كده على فكرة، في شيك ب 500 جنيه ولا ب 1000 جنيه يقعد في المحكمة 4 سنين 5 سنين، قاضي يروح جاي رايح جاي رايح جاي عشان شيك ب 500 جنيه ولا 1000 جنيه وصلات امانة وصلات امانة وبتاع، حاجات كتير قوي كده. في حين ان قضية تانية يبقى كلب ارهابي فيها قاتل 5 10 20 30 ويقعد برضو سنوات طويلة في المحاكم عشان دور الانعقاد والاجراءات الجنائية البطيلة اللي لسه لحد دلوقتي بيحاولوا يعدلوا القانون بتاع الاجراءات الجنائية وما عدلوهوش. لكن الحقيقة لما القواضي بتروح القضاء العسكري، عدالة، انا ما بقولش سرعة الاول، عدالة كاملة، المتهمين بياخدوا حقهم تلت ومتلت في المرافعة والمدافع مش عارف حق المدني كل حاجة، ثم سرعة. واحنا قلنا ان العدل هو العدل السريع، العدل البطيء ده هو اقصى انواع الظلم. لكن يطلع معانا ناس يقولك لا للمحاكمات العسكرية. يا عم ما هو لا للمحاكمات العسكرية للنشال اللي في الاتوبيس ما يروحش قضاء عسكري، للي بحرامي الغسيل ما يروحش قضاء عسكري، للمختلس واللي بياخد رشوة ما يروحش قضاء عسكري. لكن اللي بيقتل المصلين في جامع، ولا بيقتل مصلين في كنيسة، ولا بيستهدف دورية أمنية، ولا اللي بيستهدف بوكس شرطة ولا كمين شرطة بالليل، ولا يفجر محطة غاز ولا محطة كذا فيؤدي إلى تدمير وخراب هائل، ما يروحش القضاء العسكري ليه؟ ليه؟ عشان إيه؟ إرهابي ده ولا مش إرهابي؟ معرفش الحقيقة إحنا ليه بقينا طريين كده. والله العظيم ليه بقينا طريين كده. أنا ناشف في الحق وألين من الحرير للمظلوم. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا عمر بن الخطاب ثالث الخلفاء الراشدين، قالها كده ساعة لما تولى البيعة بعد وفاة أبو بكر الصديق رحمة الله عليه. فالناس كانت تخشى غلظته وتخشى شدته، وهو كان شديد وقوي وكان طوله وعرضه، اللهم صل على النبي كده. فالناس أول ما قالت لك أبو بكر قال لهم وليت عليكم من بعد عمر، فالناس قالوا لا والنبي يا ابو بكر عمر شديد وغليظ وبتاع ده هيروقنا. ففي خطاب البيعه وهو على المنبر بتاع مسجد سيدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وهو بيخطب في الناس بيقول لهم وليت عليكم ولست بافضل منكم. ثم لقد سمعت عن بعض الناس الذين هابوا شدتي وغلظتي، وها انا الان أضع شدتي وغلظتي لنصرة الضعيف، فأنا شديد غليظ قوي على الظالم حتى آخذ حق الضعيف منه، وأنا ألين من الحرير رقيق مع المظلوم حتى آخذ حقه له. الدولة يجب أن تكون هكذا، يجب أن تكون الدولة زي الحرير وناعمة وطرية ورقيقة مع المظلومين والغلابة والمطحونين في هذا البلد، وتكون جبارة منتقمة شديدة قاسية مع الظلمة والفاسدين. هذا هو العدل يا سادة، والعدل أساس الحكم. النهاردة وزير الدولة الإماراتي دكتور أنور جرجاش قايل تصريحات مهمة، أعلن فيها أولا أنه تم القبض على خلية تجسس إيرانية كانت تعمل في الإمارات العربية المتحدة. هذه الخلية مكونة من شاب وامرأة، يعني راجل وست شكلوا خلية وكانت تتجسس لصالح إيران، وده يدلك أو يديك مزيد من الدلالة على
التغول الإيراني والتوحش الإيراني وطول الوقت محاولة الإضرار الإيراني بالأمن القومي سواء الخليجي أو العربي بصفة عامة. رقم 2، قال بقى الوزير أنور جرجاش إنه المحاولات التركية الإيرانية تسير على قدم وساق من أجل محاولة السيطرة على منطقة الشرق الأوسط. ثم قال التصريح بقى الشهير والجميل، العالم العربي لن تقوده طهران أو أنقرة. يعني العالم العربي مش اللي حيمشيه لا تركيا ولا إيران. وأنا متفق معك 100% معالي الوزير الإماراتي، بعد أن أقدم لك التحية، ولشعبنا الإماراتي الرقي الراقي الأبي المحترم الكريم الشهم كل حاجة حلوة. متفق معك معالي الوزير الإماراتي، بس حضرتك تعلم قبل مني أن هذا لن يتأتى بالكلام وحده. نحن يجب ألا نسمح بأن يقود العالم العربي إيران أو تركيا، لكن حقيقة الأمر دلوقتي إن هم متداخلين في شؤوننا بشكل كبير، وليهم إسهام وفاعلية وتأثير في كثير من الملفات والدول العربية بشكل كبير، خصوصا في العراق وفي سوريا وفي اليمن وليبيا وما إلى ذلك. فعلشان نحقق ما تقول علينا نحن نقود عالمنا العربي بأيدينا، لأن احنا لما بنسيب عجلة القيادة بنتركها للآخرين. طيب أخيرا عايز أكلم حضراتكم عن التصريحات المهمة اللي قالها النهاردة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، وإحنا مقبلين على الاستعدادات النهائية لكأس العالم روسيا 2018 اللي احنا صعدنا إليها والحمد لله. هيكتور كوبر كان بيعمل لقاء صحفي مع وكالة وقناة سكاي نيوز الأجنبية، وسألوه عن حاجات كتير. سألوه طبعا عن الاستعداد لكأس العالم، وإنه التمثيل المصري شكله عامل إزاي وخايف من المجموعة ولا لأ. الحقيقة تصريحات هيكتور كوبر كانت منطقية ومعقولة من وجهة نظري إلى حد بعيد. قال إنه المجموعة متوازنة وما نقدرش نقول دلوقتي مين اللي حيصعد ومين اللي مش حيصعد، لكن من وجهة نظره أن فرص روسيا البلد المنظم والمضيف الأقرب لتصدر المجموعة. ده اللي قاله كوبر كده، قال لك الفرص مجموعة مصر متوازنة، لا يوجد ترشيحات مين اللي هيصعد ومين اللي مش هيصعد، لكن هو من وجهة نظره ان الفرص بتاعت روسيا باعتبارها البلد المنظم والبلد المضيف اللي بيلعب على ارضه وسط جماهيره عنده فرص اعلى من الثلاث فرق التانيين اللي معاه في المجموعة اللي هم احنا وأوروغواي والسعودية في تصدر المجموعة، لكن لا شيء محسوم. قالوا له اشمعنا اخترت مدينة جروزني، وانتوا عارفين مدينة جروزني تقريبا مش في روسيا، دي في الشيشان. مدينة جروزني في الشيشان، وهي ملاصقة جدا لروسيا وملاصقة للمدن اللي احنا هنلف فيها لفة الحلزونة اللي احنا في المدن التلاتة اللي هنلعب فيها. فقالوا له ليه اخترت مدينة جروزني؟ هل لأن الشيشان فيها أغلبية مسلمة وانتوا مسلمين واللعيبة اللي مش انتوا طبعا مش هيكتور كوبر بس اللعيبة مسلمين وانتوا دولة إسلامية وبتاع؟ فقال لهم إقامة معسكر منتخب مصر في مدينة جروزني لا علاقة له بالصبغة الدينية ولا إسلام ولا مسيحية، احنا اخترنا أفضل جو وأحسن موقع جغرافي وصلنا للمدن اللي احنا هنلعب فيها مبارياتنا الثلاثة. ثم سألوه السؤال المهم، هل منتخب مصر هو منتخب محمد صلاح؟ فالرجل رد وقال إنه محمد صلاح لاعب كبير، وليس فقط في منتخب مصر ولكن هو لاعب كبير في الدوري الإنجليزي ومن أهم اللاعبين الآن على مستوى العالم، وطبيعي ان كل منتخب بيبقى سعيد وبيحط معظم خططه وبيبني خططه على اللاعبين التقال اللاعبين الكبار اللي في المنتخب، وبما ان صلاح هو اكبر واهم لاعب في المنتخب فمعظم الخطط بتحط عليه، لكن المنتخب عبارة عن 11 لاعب، لو العشرة التانيين مش في مستواه محمد صلاح لوحده في مستواه مش هنعرف نعمل حاجة. وانا اعتقد دي تصريحات محترمة جدا، وختمها هيكتور كوبر وقال انه متأكد أن زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الأسباني لديه رغبة أكيدة في ضم محمد صلاح إما في انتقالات يناير القادم أو بعد نهاية الموسم. فقالوا له بناء على إيه؟ قال لهم لأنه محمد صلاح بيلعب مع ليفربول في الشامبيونز ليج، فلو انتقل ليناير في ريال مدريد القوانين ما يسمحلوش أنه يلعب مع ناديين في نفس البطولة، فساعتها هيقعد 3-4 شهور ما يلعبش وتخسروا ريال مدريد في دوري الأبطال، فربما يأجلوا التعاقد معاه لنهاية الموسم ويبتدي معاهم موسم الدوري الأسباني والدوري الأوروبي أو الشامبيونز ليج. فبالتالي كوبر يؤكد على رغبة زين الدين زيدان مدير الفني لواحد من أكبر أندية العالم في ضم نجمنا المصري المحترف أبو الفلاح محمد صلاح. تقرير ثم فاصل.
كلكت كل عام مشاكل مزارعي قصب السكر، حيث أعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين امتناع كبار مزارعي قصب السكر بمحافظة الوجه القبلي عن التوريد للحكومة بعد رفضها رفع سعر طن توريد القصب هذا العام. وتراجع الحكومة عن الوعود التي تعهدت بها العام الماضي لنقابة الفلاحين والمزارعين بخصوص رفع سعر توريد طن القصب إلى 800 جنيه بدلا من 620 جنيها. أزمة لدى المزارعين طالبوا فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة التدخل لحلها، لأنها باتت على وشك الانفجار، وذلك بعد أن عقد المئات من كبار مزارعي القصب بمحافظات الصعيد مؤتمرا حاشدا أعلنوا فيه امتناعهم عن التوريد هذا العام للحكومة بسبب عدم رفع سعر طن القصب، لافتا إلى أن تأخر وزارتي التموين والزراعة في الإعلان عن سعر مناسب للتوريد مثلما حدث العام الماضي أثار استياء المزارعين وجعلهم يتخذون قرارا بعدم التوريد، خصوصا بعد ارتفاع تكاليف الزراعة والأسمدة والعمالة ونقل المحصول. وكشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عبد المنعم البنا عن رفع سعر توريد قصب السكر والقطن هذا العام، موضحا أنه سيتم رفع سعر توريد قصب السكر إلى 750 جنيها مقارنة ب 620 جنيها العام الماضي. بعد 16 عاما تحقق حلم العلماء بإنشاء وكالة الفضاء المصرية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بصورة نهائية على مشروع قانون بإنشاء وكالة للفضاء بعد أن سبق عرضه على مجلس الدولة لأخذ الرأي فيه. إذن أعلن موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيا. شكرا يا رئيس. فالقصة بدأت في عام 2015 بعد أن أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية في بيان لها أنه سيقام لأول مرة مشروع مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية، وهو أول مركز متخصص في هذا المجال في المنطقة العربية، يقام على الأراضي المصرية بالتجمع الخامس والثاني من نوعه على المستوى الإقليمي. وفي العام نفسه أكد الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي في ذلك الوقت قيام مصر بإنشاء مركز التجميع والتكامل والاختبار للأقمار الصناعية بتمويل يتم توفيره من المنحة الصينية لمصر. وفي يناير من العام الجاري زار وفد إماراتي رفيع المستوى مقر المدينة التابعة لهيئة الاستشعار عن بعد للاطلاع على آخر ما وصلت إليها. وقال الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب إن الهدف من مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية المقدم من الحكومة هو نقل وتطوير علوم تكنولوجيا الفضاء وامتلاك القدرات لإطلاق الأقمار الصناعية بما يخدم التنمية والأمن القومي للبلاد. وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن مصر تأخرت 50 عاما في دخول مجال الفضاء رغم أن لديها خبرات متراكمة على مدى عقود في هذه العلوم، وأنه بحلول 2022 سيكون هناك قمر صناعي مصري مكوناته مصرية بنسبة 100%. يذكر أن مصر قد دخلت عالم الفضاء منذ أبريل من عام 2007 بإطلاق أول قمر صناعي مصري إيجيبت سات واحد، وفي أبريل من عام 2014 تم إطلاق القمر الصناعي المصري الثاني إيجيبت سات 2 من قاعدة بايكونور الروسية بجمهورية كازاخستان، وذلك في إطار العلاقات المتميزة والتعاون مع روسيا الاتحادية. إسراء سعد، الحياة اليوم. أهلا بحضراتكم. منظر الصاروخ وهو طالع في حد ذاته يشرح القلب، فكنا طول السنين والعقود الماضية بنتفرج على صواريخ الناس التانية وهي طالعة يمين وشمال وبتاع ونسقف وأهو نفرح للناس التانية. أخيرا هنطلق صواريخنا، وأخيرا هنصنع أقمارنا وهنطلقها إن شاء الله، وأخيرا أخيرا هيبقى لينا عضوية في نادي الفضاء. ده مش كلامي، ده الكلام اللي أقره مجلس النواب رسميا هذا الأسبوع بالموافقة على قانون تأسيس وإنشاء وكالة الفضاء المصرية. وضيوف الأعزاء دلوقتي بلغوني كمان إن هيبقى عندنا حاجة اسمها مدينة الفضاء المصرية اللي هيبقى فيها وكالة الفضاء. خلوني أرحب بضيفي الكريمين، دكتور النائب هاني أباظة وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب. أهلا بك هاني. أهلا بك. كل سنة حضرتك طيب يا فندم. صحتك طيب. شرفني ومنورني أيضا الدكتور مدحت مختار مقرر لجنة إعداد القانون ومقرر اللجنة العليا لإنشاء مدينة الفضاء المصرية. أهلا بك يا دكتور، وسنة سعيدة على حضرتك، كل سنة وانت طيب إن شاء الله. شكرا لحضرتك إن شاء الله. بتبقى حلوة منظر الصواريخ.
لا هي العادي. هي مش منظر الصاروخ، هي اللي بيجي من ورا الصاروخ. يا ريس نطلع الاول الصاروخ وبعدين يبقى نستنى اللي يجي من ورا. ما احنا هو السبب في استعجالنا بقى ان احنا نطلع الصاروخ علشان اهميه الصاروخ. صحيح. لما يبقى فوق ببياناته، لما يبقى فوق بالرياده المصريه تعود تاني، لما يبقى فوق بضمان الامن القومي والاقتصادي للدوله المصريه، لما يبقى فوق ان انا بنقل نقله نوعيه لشبابنا واولادنا وبعلمهم التكنولوجيا السبيس. صحيح. لما نستثمر في الشباب، لما نستثمر في التكنولوجيا، لما نستثمر في ظروف دوليه صعبه جدا، ومصر فقدت الرياده في كل حاجه، لتعود الرياده المصريه تاني على افريقيا والشرق الاوسط. لما نقدر بدل ما نشتري التكنولوجي وهم والناس اللي تملك هذه التكنولوجيا يدونا اللي عايزين يدوها يدوه، وما يدوناش اللي احنا ما نقدرش ناخده، وبالتالي تبقى انت ايدك مغلوله. صحيح. كنا بنتكلم من شويه دكتور مدحت بيتكلم على البحث العلمي. احنا البحث العلمي احنا لا نستثمر حقيقه كل منتجات البحث العلمي اللي من الجامعات والمراكز. صح. الابحاث والقاعدة الصناعية اللي موجودة حاليا. ده كل ايه يا دكتور؟ ده ولا 10%. انا قصدي ولا 10% من منتجنا البحث. هو فعلا امن وامان لمستقبل، هو استثمار للمستقبل، هو استثمار للشباب، هو استثمار للفكر والعلم والتكنولوجي، هو استثمار للدولة المصرية. فيها امكانيات كثيرة بس مش قادرين احنا نوجهها لتحقيق الامن الاقتصادي والامن القومي المصري. دكتور عايز اسمع انطباعك اولا قبل ما نخش في التفاصيل، وكمان وحضرتك شرعت في اعداد وصياغه هذا القانون، احساسك ايه دلوقتي واحنا الدوله المصريه بتقول خلاص احنا هنقص الشريط وهنبدا المشوار؟ استاذ سامر، بعد الموافق بالبرلمان مجلس النواب على مشروع القانون، انا حسيت بجسامه المسؤوليه، لاننا عدينا خطوه وداخلين على الخطوه الاهم وهي التنفيذيه. صحيح. والوكالة وأنشطتها كلها المخططة لن تقوم غير على حاجتين، البحوث والصناعة. مظبوط. علشان كده سياق القانون بيتكلم على الاتنين دولت، وازاي ان احنا نحقق هذا الكلام. فبنيجي نتكلم على في القانون بنتكلم على البحوث، وبنتكلم على بناء الكوادر داخل الجامعات ومراكز البحوث، وتأهيل الكوادر في الجامعة وما قبل الجامعي، وبنتكلم على الصناعة والتكامل مع الجهات داخل الدولة وخارج الدولة. مظبوط. لأن مفيش حد بيتكلم في الفضاء لوحده. فموضوع البحوث ده هو موضوع نقول إيه، هو البوتلنك، هنعديها عنق الزجاج. عنق الزجاج هنعديها. هو ما تزعلش مني يا دكتور أشكسك شوية. اتفضل. ما احنا عندنا بحوث من زمان، وعندنا مراكز، طبعا انتوا ادرى مني بكده، عندنا مراكز بحثيه ما اعرفش اعد لك عددها. كويس. بحوث زراعيه وبحوث صناعيه وبحوث طاقه وبحوث مش عارف ايه وبحوث انتاج وبحوث مش عارف بحوث البحوث. تمام. ده احنا عندنا محطه يا ريس اسمها محطه البحوث. محطات. تمام. عندنا محطه نفسها مترو واتوبيس وبتاع اسمها محطه، من كتر اهتمامنا بالبحوث. لكن الحقيقه الناتج ولا حاجه، مفيش بحوث خالص. مفيش بحوث بيتم استغلالها. بص لما يكون في خلل زي دوت، فالسبب على طول بيروح الى التشريعات. صح. فالتشريعات اللي عندنا في مصر ضعيفه جدا. هناك قانون، واتفقت الاراء امبارح مع معالي الوزير خالد عبد الغفار في اثناء انعقاد لجنه التعليم هناك، ان مشروع حوافز البحوث اللي جاري النظر فيه في مجلس النواب لا يقل اهميه في للدوله عن مشروع قانون وكاله الفضاء. ليه؟ احنا البحوث بتاعتنا غير موجهه، مش عارفين هي رايحه فين. صح. ما بنوظفهاش لتحقيق غايه معينه. والادله كتيره قدامنا، فكان لازم نتحرك في هذا الكلام. صح. يعني هل يعقل ان مشروع البحوث اللي بينظر حاليا مطروح من 8 سنين؟ yeah. وهل يعقل ان هو وصل الى المجلس الموقر في صوره غير اللي خرجت اثناء من المجلس الاعلى للمراكز البحثيه؟ انا امبارح وانا بعرض، لا، في فرق كبير. القانون اللي وصل لهم في المجلس محطوط عليه بصمه معوقه، بس احنا بنغيره تماما. احنا قلبناه راسا على عقب. الامل ان شاء الله في البرلمان المصري، لان انا في الحقيقه طبعا انضميت يمكن من 3 شهور بس، ولم اكن ادرك الدور. دكتور مدحت تم اختياره ليكون المستشار العلمي ده ترشيحي انا بس. تمام.
الدور المستشار العلمي للجنه التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب اللي بيقوموا بيه مجلس النواب. طب اهميه البحث العلمي او الغايه اللي احنا عايزين نوصلها، انا هدي نموذج، والنموذج ده موجود على النت، مش هقول اسرار. العالم كله ومن ضمنها مصر اتفاجئت بالقبه الحديديه اللي عملتها اسرائيل. تمام. عملتها ازاي؟ دي واخدها ترني كي من الهند. يا سلام. مقابل ايه؟ مقابل ايه؟ ترني كي يعني تسليم مفتاح يعني. تسليم مفتاح لكامل تكنولوجيا الصواريخ. بالمناسبه بس عشان المشاهد اللي مش متابع، القبه الحديديه دي اللي هي منظومه الدفاع منظومه الدفاع ضد الصواريخ، هي طبعا مش قبه حديديه بجد، مش حطوا قبه حديد حوالين اسرائيل، لكن هي في النهايه زي الشبكه اللي حوالين اسرائيل، شبكه من الانظمه الدفاعيه اللي بتخلي اسرائيل من وجهه نظر يعني النظام ده او سيستم ده محميه ضد اي توجيه صواريخ من اي دوله معاديه ليها. خدتها مقابل ايه؟ فلوس الدنيا كلها للهند ما كانتش هتديهم هذا الكلام. خدتها مقابل كاميرا راداريه بتركب في الاقمار الصناعيه. عملوا هذا الديل. اسرائيل ادتهم الكاميرا اديتها لهم واديتها لهم وخدت قدامهم منظومه الصواريخ. ولم تقف عند هذا الحد. لا دي طورتها بصوره. معناه ان الهند دلوقتي من اولى الدول الفضائيه اللي موجوده. صح. لا الهند متفوقه جدا في البحث العلمي. جدا. الاثنين على شانهم بهذا التبادل. ده بيمتلك تكنولوجي وده بيمتلك تكنولوجي، بدلوها مع بعض. يبقى القصه هنا مش فلوس، القصه هنا في التكنولوجيا. لازم نمتلك تكنولوجيا، فعشان كده معلش القصه في التكنولوجيا، وزي ما قال الدكتور مدحت القصه في التشريع. لا بس لو سمحت لي عشان حضرتك تجاوب برضو اجابه متكامله يا دكتور، تشريع جزء رئيسي لكن في جزء اكبر كمان، او يمكن جزئين كمان كانوا احنا عندنا مشكله فيهم العقود الماضيه مش بس السنوات الماضيه. واحد الاراده السياسيه، ما هو انت عشان يبقى عندك، احنا قررنا ان عندنا بحوث وعندنا باحثين وعندنا مراكز بحثيه وعندنا نتاج بحثي، مشكلة ان هو معظمه فوضوي عشوائي غير موجه ومش محطوط له خريطه. نمره اتنين لا يتم استخدام او التطبيق، فده كان محتاج إرادة سياسية من الدولة، ده رقم واحد. رقم اتنين محتاج كمان ثقافة التعامل مع البحث العلمي. قول لي أنهي رجل أعمال دلوقتي بيهتم بالبحث العلمي في مصنعه ولا في شركته؟ أنهي حد بيهتم بأنه يجيب قسم يصرف عليه للبحث العلمي وللنو هاو وللتقنيات وكذا؟ كلام مظبوط. فالمنظومة كلها كان عندنا ديفو أو كان عندنا عيوب فيها قاتلة يعني. تمام. هو ده طبعا احنا ده احنا بقالنا فترة طويلة، يمكن من 30 40 سنة في بحوث بالهبل. صحيح. لكن ما فيش منتج، فكلنا بنستغرب زي ما حضرتك لسه قايل، وكلنا بنقول طب فين الابحاث؟ فين الفرق البحثيه؟ فين المنتج البحثي؟ فين الـ 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 المعارض اللي كل سنه بتتعرض مخرجات البحث العلمي؟ لكن احنا حقيقه احنا رجل الشارع اذا ما حسش ان البحث العلمي ده تحول لمنتج اقتصادي وانا حسيت بيه وحضرتك حسيت بيه، يبقى ملوش لازمة. المصاريف هيفضل حبر على ورق، وهنفضل دوله تابع تشتري التكنولوجيا. مزبوط. من طب الواقع ده بنغيره ازاي؟ الواقع ده بنغيره ازاي؟ الاراده السياسيه، وهي دي كانت النقطه البوتل نيك اللي قلنا عليها، هي دي حجر الزاويه وعنق الزجاجه اللي لما جه الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني ابتدى يحس فعلا قد ايه احنا لن نتحرك باي شكل ولا خطوه للامام الا لو اعتمدنا على البحث العلمي، الا لو فتحنا ابواب البحث العلمي، الا لو احنا عملنا الاليه القانونيه والتشريعيه علشان البحوث العلميه دي بتطلع وتحط في الدرج. ازاي ننقل بقى البحث العلمي ده للصناعه؟ ازاي نعمل الميرج؟ ازاي نخلق هذا التزاوج بين البحث العلمي نوصله لرجل الصناعه؟ وازاي احنا نرفع فكر ووعي رجل الصناعه؟ رجل الصناعه يقتنع ان ده مش عبء اضافي عليه، مش عبء ابدا، ده بالعكس ده اضافه لمصنعه. مظبوط. اضافه للدخل القومي المصري، اضافه للربحيه بتاعته، هيعظم قوي الانتاجيه بتاعه المصنع بتاعه، وعائد عليه وعائد على الدوله المصريه كلها، او عائد على الدوله يعني عموما. اذا الاراده السياسيه فضاءت الطريق او فتحت ادت النور الاخضر ل لقيادات البحث العلمي نغير الفكر والاستراتيجيه بتاعت البحث العلمي. بنقول النهارده البحث العلمي لابد ان يكون له منتج اقتصادي. اذا كان البحث ما عملش ادنج فاليو ده يبقى تضيع وقت وتضيع فلوس. ادنج فاليو للعلم وادنج فاليو للامن القومي الاقتصادي
الامن القومي والاقتصاد، يبقى اذا البحث العلمي ده ملوش لازمه. هنا ابتدينا بقى طيب ازاي نفتح الطرق دي امام هذه البحوث، وازاي نقنع رجل الصناعه ان هو يجري هو، يعني انا مش عايز ان البحث الراجل مع بحث يقعد يخبط على المصانع، لا انا عايز راجل الصناعه ورؤوس الاموال اللي موجوده دي اللي مركونه وهي ملهاش معنى، بالعكس رجل الصناعه اللي عنده مصنع دلوقتي ب 100 مليون جنيه بعد كام سنه المصنع ده هيبقى ولا يسوى، يقفل لانه ما بينتجش، وهي دي الكارثه الكبيره. فابتدى بقى يعني استراتيجيه البحث، احنا دلوقتي حاليا بنعمل قانون بحث علمي جديد، بنعمل قانون حوافز وابتكار اللي بيتكلم عليه الدكتور مدحت. هذا القانون قانون فعلا نقله غير عاديه بالنسبه لتشجيع الباحثين وتشجيع الجامعات المصريه ومراكز البحوث انها تطلع ابحاثها. صحيح. لان عملنا حضرتك يا دكتور، انا بيجي لي احنا شخصيا هنا في الاعلام بيجي لنا قد ايه من الشباب، سواء الشباب العادي او شباب الباحثين والمبتكرين والمخترعين، يقول لك انا عندي مثلا عشرات من براءات الاختراع اللي موجوده في البحث العلمي ولا بتاعه مش عارف بتاعه براءه الاختراع ومحبوسه في الدور، مفيش الميكانيزم اللي هو طب قلت له يا فرحتي يعني اختراع رائع محبوس في الدرج يبقى له قيمه. تمام. احنا كمان بنغير فكر الجامعات، ازاي الجامعات تبقى جواها تنشئ كيانات وشركات صناعيه. تمام. بحيث ان هي تاندست البحث العلمي ده وتقدر تعمل المنتج وتقدر تدي بقى للباحث ده تحفيز ممكن يصل نسبته في راس المال للشركه اللي هتعملها الجامعه دي يصل الى 50 و60 و70% الباحث صاحب الفكره. صحيح. تمام. فهنا القانون ده ان شاء الله خلال اسبوعين هيطلع هذا القانون، وهيبقى فعلا ده اللي يمكن ده اللي هيكمل مع القانون عادية بتاع هيشجع حوافز غير عاديه للمستثمر والمستثمرين و منظومة البحث العلمي كلها، المراكز البحثية والجامعات، إن هي تنطلق وتستطيع أن تحول هذا البحث في بحوث قيمة جدا، في بحث صغير قوي لكن يعمل لك مليارات، ينقل لك يعمل لك طفرة غير موجودة وتقدر تبيع منه ويبقى في تحول غير عادي، وبالتالي ده هيطور الجامعات، هيطور مراكز بحثية، هيحول الجامعة إن هي كيان مستقل يصرف على نفسه ويدخل للدولة كمان فلوس. ممتاز. هيغير الواقع البحثي. هيغير. فاستراتيجية البحث العلمي اتغيرت. طيب. تماما في وجود الإرادة السياسية. ممتاز. خلينا نروح للدكتور مدحت وسأله بقى شوية أسئلة فنية بس، والنبي بالراحه علينا يا دكتور، يعني ما تبقاش متخصصة قوي عشان بس نحاول نبسطها ليا وللسادة المشاهدين قدر الإمكان. أولا يعني إيه وكالة فضاء؟ وكالة الفضاء هو الكيان المسؤول عن التنسيق وتطوير القطاع الفضاء. تمام. نقلتك إلى كلمة قطاع إيه هو قطاع الفضاء؟ ده قطاع هيضم تحتيه أو هيكون مرتبط مع جميع أجهزة الدولة. جميع بدون استثناء، هنتكلم على الصحة لها ارتباط بالفضاء، هنتكلم على النقل لها ارتباط بالفضاء، هنتكلم على البيئة لها ارتباط، الثروات المعدنية أو الطاقة يعني البترول، الطاقة نفسها. البيئة والزراعة كل أجهزة الدولة. للأسف إحنا بنرتجل في كل هذه الاتجاهات. تمام؟ فوكالة الفضاء هو الكيان اللي جاي ينظم هذا الكلام. بالإضافة إلى الثقافة الغير عالية اللي موجودة، فمش عايز اقول اللي احنا بنبنيه في مكان بيتهد في مكان اخر. صح. ومفيش حاجة بتكمل عندنا، فاحنا بنستهدف من قانون وكالة الفضاء انشاء صناعة فضاء، ودي اللي انا عايز اقولها بالتفصيل. صناعة فضاء. تمام. الكلمة صناعة انا واحد من الناس اللي بيجي له نوع من الارتكارية كده اول ما نتكلم كلمة صناعة. ليه؟ لان من واحنا اطفال وكانوا بيقولوا لنا مصر دولة صناعية زراعية. وفشلنا فشل ذريع جدا لاسباب عدة، منها السياسية لغياب الإرادة السياسية في هذا الموضوع، ومنها إدارية، ولكن كانت الأهداف كلها كانت بتنهار مع أول خطوة. فإحنا فشلنا في صناعة السيارات وإلكترونيات وغزل فشلنا في كله. نيجي بقى عند صناعة الفضاء، احنا كل بس كده تركيزنا في الصناعة وفشلنا فيها جه كمان على الزراعة ووقعها كده. يعني الحمد لله حضرتك تمام كده. فكل اللي فاتنا ده كوم والفضاء ده كوم تاني. لو لم ننجح في ان احنا نلحق اللي ضاع مننا الفتره اللي فاتت ونقيم صناعه فضاء حقيقيه بعيدا عن الطبل والزمر اللي شايفه شغال، وخصوصا بعد اعلان وكاله الفضاء، هنخسر كتير قوي.
هنبقى حطينا الأجيال السابقة القادمة كلها في مهب الرياح. احنا هنا بنتكلم عن صناعة الفضاء والوكالة اللي هي مسؤولة عن كل ما يتعلق بالقطاع الفضائي وامتلاك ما هي دي بقى بنتكلم هنا عن الوكالة دي اللي هيبقى فيها باحثين وعلماء كذا هم اللي بيشرفوا من ناحية على صناعة الأقمار الصناعية وصناعة المكونات اللي داخلة في هذا القطاع. رقم اتنين هم بقى اللي بيديروا الأقمار الصناعية اللي في الفضاء. تمام. ده تخصص وده تخصص. ده موضوع وده موضوع. بس هي انتجريت زي ما قال لك الدكتور مدحت. طبعا طبعا انا بس بنحاول نعرف مشتملات الوكالة. الدكتور مدحت بيقول لك ايه؟ انا بعمل حاجة لو الخطوة اللي بعدها الناس اللي فيها مش فاهمين ومش فاهمين بتنهد بتقف. مظبوط. تعرف من حضرتك ان برضو الفضاء ده هيعمل ايه؟ الفضاء في الفضاء في هو السورس اوف انرجي. هو السورس اوف تكنولوجي يعني من سوف يمتلك الفضاء هو هيمتلك الطاقة ويبيعها لبتوع الأرض. مظبوط. وهو اللي عنده الداتا والبيانات الخاصة والمعلومات الخاصة بالبحث العلمي هو اللي هيدي هو يبقى مصدر المعلومة اللي هعمل بيها شغل البحث العلمي. مظبوط. يعني صحيح. ناهيكم طبعا عن أن الأقمار دي ودي أقمار علمية مرخص بيها بتبقى مهمة كمان في حماية حدودك والأمن القومي. طبعا. وده بتكشف لك الحدود وبتكشف لك الشغل اللي جاي دلوقتي استخدامها في 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 الحروب كمان. مشيها امن قومي. مشيها امن قومي يا ريس. امن قومي. مشيها امن قومي وخلاص. فلو بنتكلم بقى على صناعه فضاء احنا صناعه فضاء لما بنيجي نتكلم على اقمار صناعيه ده جزء قد صغير جدا من ضمن هذه الصناعه. يعني مركز اقمار الصناعيه وتجميع الاقمار الصناعيه وتجهيزها للاطلاق ده جزء يلزم له تجهيز الكوادر اللي هتقدر تقوم بهذا. دي النقطه المهمه بقى. هل احنا عندنا الكوادر دي؟ طب ما نأجل الرد على السؤال دوت. ماشي. على فكرة مش عيب ان احنا نقول لا محتاجين نجهز ومحتاجين نبتدي من دلوقتي على خريطة الطريق. يعني هم كانوا عاملين خريطة الطريق جميلة قوي. يا ريت يا دكتور مدحت جود. ايوه مهم. تمام. ونقول له احنا فين في الخريطة. تمام. دي مهم قوي. الا عشان احنا عايزين نخرج من هنا. ايوه برساله للرئيس عبد الفتاح السيسي دلوقتي. ايوه دلوقتي. انا مقدر بس دكتور مدحت ان لو في اشياء لا يجب الاعلان عنها هو حر. طبعا انا هعلن عنها. طيب خلاص ماشي. فهناك بنية تحتية وهناك أقمار صناعية لازم. هرب من السؤال. لا لك بنية تحتية. أنا هوصلها. اتفضل. المحاور احنا طبعا القانون ده أخذ 6 سنين وخلال ال6 سنين ديت احنا لم نتوقف لأن في سبق مع الزمن سبق. طبعا. حقيقي كان لازم ننجز. ففي بنية تحتية بنبنيها على ال 126 فدان في التجمع. تمام. في كوادر متخصصة في تصميم الأقمار الصناعية وفي كوادر متخصصة في البحوث المرتبطة بالفضاء وهناك كوادر متخصصة في التدريب في الجامعات وفي المدارس. عشان كده بنسمع عن أقمار تجريبية اللي بنجرب فيها بحوث فعلا قمنا بيها. في أقمار جامعات بنأهل بيها الكوادر في الجامعات. هناك الأقمار مصر سات 2 اللي بنجهز فيه الكوادر بتاعتنا على التصميم. هناك مركز التجميع اللي بيتم. هل هو ده كل الحكاية؟ لا طبعا. مصر تمتلك قلاع صناعية غير مستغلة. يعني مش عايز أقول وحدات في كل مصنع كفيلة ندخل مصر في هذه الصناعة. فده أنا بتكلم بقى حاجات الملموسة. طب الحاجات الغير ملموسة ده 80% من صناعة الفضاء مبنية على التطبيقات. صحيح. فالتطبيقات في جميع المجالات. لما بقول لحضرتك في الأول الصحة. لا الصحة ليها تطبيقات الفضاء اللي لازم تنتظرها. النقل كل الجهات ديت لو ما عملناهاش بايدينا هنروح نشتريها. صح. وليس خافي على احد. لو حد دور في النت دلوقتي على اقتصاد الفضاء هيكتشف ان الدول الصناعيه كلها بتستهدف 15% من الناتج المحلي من هذه الصناعه. تمام. ايوه يعني ده رقم كبير. 15% ده الرقم بتاع انجلترا. هل هناك من يستهدف اعلى او اقل؟ الله اعلم. اسرائيل اعلى من كده بكتير. يعني ده معلومه مش. طب على فكره منطقي. انت عارف حضرتك نسبة الانفاق على البحث العلمي للناتج المحلي الاسرائيلي 6% ولا 7%. فمنطقي الناس بتصرف قد كده من ميزانيتها على البحث العلمي. يبقى هي عارفة العائد منه ايه. بس لو ما صرفش داخل منظومة منضبطة بتشريع صحيح فاحنا بنرمي فلوسنا في الارض. مظبوط. بس انا قصدي ان نشوف حتى يجب ان تتعلم حتى من عدوك. تمام. دولة المفروض ان ميزانيتها محدوده وبتصرف على الجيش والحرب ومش عارف ايه ومع ذلك
عارفة ومقتنعة ومؤمنة بأهمية البحث العلمي لدرجة أنها مخصصة 6.5 أو 7% من ميزانية الدولة الإسرائيلية للبحث العلمي، أكيد ما بيرميش فلوس دي في الأرض، ده السبعة دول بيرجعوا لهم 70 وإلا ما صرفهمش. طبعا أنت عارف إحنا بناخد الكام؟ ما أنا عشان كده بقى سؤالي هو عارف الكلام ليك يا جارة مش بالفلوس لا يا ريس بس الأول لا أنا برضه عشان يبقى فيه تشجيع تمام يعني طيب. أقول أجيبها لك بالأول خالص يا دكتور. أنا دلوقتي ابني أو بنتي، أنا تامر ابني أو بنتي، بنتي دلوقتي في الجامعة، لو أنا رحت قلت لها حبيبتي يلا عايزك تركزي وبتاع وكده وعايزك تبقي باحثة تخش بقى في كلية العلوم وتخش باحثة وتخش المعامل وتعملي وكذا وكذا، لو هي وافقت أنا مش هوافق. أيوة يعني أنا بقول لك حتى لو قالت لي حاضر يا بابا أنا وأنا عايز أدفنها بالحياة هتخش. لا أنا معاك. لا هتلاقي إمكانيات ولا هتلاقي تشجيع ولا هتلاقي منتج لشغلها ولا هتلاقي حد يقول لها انت فين ولا هاتي نطبق ده ولا هاتي نطبق شغلك وابحاثك ومش عارف كذا، وكمان هتاخد 4.5 جنيه. ما هو فيش حد بيبقى يعني انت عارف الباحثين حالتهم عيضة ازاي. فبأمانة ايه انا شجع بقى الكوادر وشجع اجيال تطلع في كذا كذا، والدولة بتقول ان انا هيمشي في السكة دي هيروح وما يرجعش ان شاء الله بالاراده السياسيه. كل ده بيتغير دلوقتي. هو ده مربط الفرس يا دكتور، هو ده مربط الفرس، هي دي الاراده السياسيه حقيقي. الحكومه لسه ما طب يعني ما قدرتش تستثمر هذه الاراده السياسيه، ولكن هي المنظومه بتتكامل. يعني احنا بنضغط على الحكومه شويه، طبعا الحكومه لم تعطي للتعليم العالي التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الاستحقاق الدستوري باي شكل من الاشكال. رغم ان ده قليل واحنا كمان بالظبط قليل تمام، ولكن احنا قلنا ايه برضو علشان موضوع انضباط المنظومه، فقعدنا مع رئيس الوزراء كلجنه تعليم ولجنه خطه موازنه وقلنا يا جماعه احنا كده مش هنوافق على المشروع الموازنه، وبالتالي سوف يصبح مشروع الموازنه غير دستوري لان هو لم يحقق الايه الاستحقاق الدستوري للكيان ده. فطبعا ده بتوجيهات من رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء. احنا قلنا احنا هنتيح لوزارة يعني رئيس الوزراء بس طبقا للبرامج، هات لنا البرنامج واحنا نتيح لك على اساس. وبعدين في طبعا ريستريكتد رولز بقى في ايه في السيطرة على البرنامج والصرف واوجه الانفاق والمردود، يبقى في دراسة جدوى جيدة جدا للمشروع برنامج هيتنفذ واحنا هنتيح فلوس لأي برنامج يتنفس. وده ممتاز. كلام سيد رئيس الجمهورية ممتاز حقيقة. ممتاز. هي هنبقى حاجة شبه وكالة ناسا كده يعني نتمنى هي دي الحقيقة. يعني انا بقول لك معلومات هو احنا في كم وكالة في العالم. ما انا قلت له ناسا دي عشان احنا العالم حاجة كده كتير، هي دي اللي احنا عارفينها. بص طبعا هو في وكالات فضاء كتيرة في العالم تمام. نفتخر ونشيد بوكالة الفضاء الإماراتية والجزائرية، بيشتغلوا في صمت ومحددين الهدف ورايحين له. طبعا هناك العديد من الوكالات اللي انشئت في افريقيا، ويعني وشرفت ان انا اطلع في على افريقيا. طبعا اخر وكاله احنا مش متاخرين، اخر وكاله كانت الجابون. يا نهار ابيض الجابون، انا جابون من ساعه ما خرجت من المطار لغايه ما وصلت للمقر بتاعهم ما شفتش بردوره في الطريق. بعد المطار كده لغايه ما وصلت هناك ما شفتش بردوره في الطريق تمام. وانشاوا وكاله الفضاء لانهم عينيهم على مستقبل الاجيال. انتوا عارفين يعني ايه المثل اللي بيقوله او الواقع اللي بيقولها يعني ما شفتش بردوره في الطريق دي معناها ايه؟ بردوره دي اللي هي الرصيف. فقصدهم ان هم عندهم نقص كثير وعندهم مشاكل في التنميه وعندهم بالزبط. مشروعات كثير لسه ما خلصتش. لا الهند موضوع مختلف، هنا بالذات انا بتكلم على دوله من الدول اللي بيتقال عليها فقيره او ناميه او كذا، عندها عجز في البنيه التحتيه لدرجه ان الشوارع ما لهاش صفه، ومع ذلك حرصوا ان هم يعملوا كرة فضاء. تمام. شفتوا الفكره هنا اللي بتتقال هو زي ما بيقول الدكتور هاني المستقبل. الهند ايوه من كام سنه عندها مشاكل اقتصاديه لا وفقر مقر فقر مقر، تروح بعض الاماكن في الهند ايوه تتخض ان دول ناس عايشين على وجه الارض، ومع ذلك سيبكم من بوليود وافلام بتاعت سلمان خان وشاروخان وبتاع ده الكلام ده، الهند لا حاله فقر شديده، ولكن عملوا طفره بالبحث العلمي لدرجه انه في وادي في امريكا اللي هو اسمه سيليكون فالي، وادي التكنولوجيا في امريكا، وده اهم مدينه تكنولوجيه في العالم. 60% من العلماء في هذا الوادي تمام هنود. تمام تخيلوا يعني الهند دلوقتي هي العقل التكنولوجي لامريكا. ده حقيقه ده حقيقه ده حقيقه. والهند طلعت قمر دلوقتي يا دكتور مدحت، اللي هي اللي عملت لونشنج لصاروخ محمل عليه
كم أمر؟ لا بتوصل اعداد طبعا حسب حوالي 137 امر. امريكا وصلت 87، امريكا وصلت 87، هي عدت يا زي حامله الطائرات كده في حامله اقمار. فالدنيا بتتغير وبتتحرك حوالينا بسرعه شديده جدا. فاذا كنا بننشط في مصر نهضه تكنولوجيه ونهضه اقتصاديه ونهضه علميه واستعاده الرياده، فعلينا بالبحث العلمي، وسيكون مردوده واضح امامنا في وكاله الفضاء، لان الفضاء له وزن مختلف تماما. فدي ده شق مهم. طب نادي الفضاء ده يا دكتور، او عالم الفضاء، او هذا قطاع الفضاء، قطاع الفضاء تمام، في صراعات فوق، مش صراعات حروب يعني، انا قصدي في احتلال مساحات، في نوع من يعني اللي زي على الارض كده. انا كان ليا تجربه انا والدكتور مدحت، احنا خرجنا من الجيش، انا هو فنيه عسكريه كويس، خرجنا انا خرجت قبله طبعا تمام، هو كان مدير الكليه الفنيه الدكتور مدحت، كنت نائب مدير. فطلعنا اشتغلنا في شركه اسمها نافيسات تمام. نافيسات دي شركه لاطلاق قمر صناعي مصري لخدمه الملاحه الجويه والاتصالات. للاسف احنا طلعنا ندور على موقع يعني، طبعا ومولنا وعملنا الدراسات الفنيه والتردديه والاقتصاديه والموارد البشريه، دراسه متكامله، وبندور بقى على الراجل ده برضو اللي كان له فضل، هقول لك فضله عامل ازاي. فالراجل ده طلع ما جيش، انا شديته مع انه كان رايح الهيئه القوميه، قلت له لا لازم هتيجي ليه، عندنا مشكله في تنسيق الترددات. احنا طلعنا ندور على موقع مداري نطلع عليه القمر، لقينا الفضاء محتل. يا نهار ابيض، محتل حتى فوق زحمه، محتل حتى فوق زحمه. دي حقيقه احتلال الفضاء، احتلال الفضاء، محتل، محتل احتلال الفضاء تمام. وهذا المهم احكي له دورك. فالمهم ايه، كان في الدوله المصريه شاريه او 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 عملت حجزه خمس مواقع مداريه من سنه حاجه و90 كويس، نايمين في العسل. انت عارف النوم في العسل، النوم في العسل في الاي تي يو الانترناشونال تيليكوميونيكيشن يونيون، دي عباره عن اورجانيزيشن كده، اتحاد الاتصالات الدولي، الاتصال الدولي هو اللي بينظم العلاقه بين مشغلي الاقمار الصناعيه. فحاجزينهم بيقول ايه، لو انت حجزت الموقع المداري وقعدت 7 سنين يوقع الحجز نسيه، هو نسيك، هيسحبه يديه ل كل موقع عليه لسته كده 20 بلد حاجزه ويتنج ليست. فقلنا لا ما ينفعش. طب اخترنا بقى دراسه حددت حيز ترددي وحددت مواقع مداريه مناسبه للامار بتاعتنا، قلنا لها تعالى يا دكتور مدحت، الراجل ده عمل شغل غير عادي حقيقه، وعمل تنسيق ترددات مع حوالي 20 دوله في العالم لغايه لما قدر يوفر لنا موقع مداري نطلق عليه القمر، ودي حقيقه. يا نهار ابيض، يعني الكلام ده يعني قبل ثانية واحدة يا دكتور، يعني احتلال وزحمة الفضاء دي من التسعينات، ما بالك دلوقتي؟ بالظبط كده. بص سعادتك، هو طبعا أنا كنت رايح على هيئة الاستشعار، وبعدين لما اتعرض علي هذا الموضوع اعتذرت ورجعت معالي الوزير هاني هلال في الفترة ديت، قال لي أنت مجنون بتسيب درجة وزير عشان تروح مستشار. قلت له هذه مهمة قومية، ومحدش كان فاهم أهمية هذا الكلام اللي هنجيب، لان كانت كل التقارير اللي جايه كل الدراسات الجدوى اللي تمت قالت انتوا نايمين في العسل كل سنين دي، وجايين تدوروا على مكان فوق. الموضوع ده خلاني من جوه بقيت، طب ده احنا عايزين نذاكر القانون الدولي بالزبط، وقواعد المنظمه في الاتحاد الدولي، ونعيد تاهيل نفسنا فنيا عشان نروح نقول للدول دول وسعوا شويه كده ودخلونا وسطكم، واحنا قادرين، احنا قادرين نخش ونوسع. التنسيق تم مع 111 دوله ومشغل اقمار صناعيه، كانت فيس تو فيس اعداد كده في المقابل مع 20 دوله. لما نيجي نقول دوله زي فرنسا، احنا بننسق الشق المدني والعسكري طبعا، ولما يجي نتكلم على العسكري لفرنسا ولا دول الناتو، مشوار طويل استغرق 6 سنين جداً. في ظل ثقافه معدومه عند كبار المسؤولين. انا مش عايز اقول لسعادتك على لا حاجه، لا انا متخيل، حضرتك ممكن تكون كلمت ناس وزير او مش عارف ايه، يقول لك احنا ما حدش حصل ما هو حقيقة. احنا ما حدش كان حاسس بينا. حصل ايه؟ حصل ما هو ألعن. ألعن. انا طلعت مع مدام لميس في حلقه وعملت 3 مناشدات كويس. واحده منهم كانت لوزير الطيران المدني حسام كمال ساعتها. قلت له طلع الملف اللي في الدرج وروح اعرضه على الرئيس، احنا حققنا انجازات، عايزين دعم سياسي، احنا بنخبط في الصخر. وبالاضافه الى
المكان ده اللي احنا جبناه هيضيع مننا، فلازم الدعم السياسي. عمل ايه بعدها بيومين ثلاثة؟ وزير الطاقة احال مجلس الادارة الى الاموال العامة عشان يشوف المجانين اللي رايحين بيقولوا بندور على مكان في الفضاء. ايه الثقافة دي؟ انت بتكلم جد يا دكتور؟ اقسم بالله ده اللي أيوة. حصل. ايوه والقضية اعتقد قفلت ولسه شغالة. اموال عامة بتحقق على المكان ده مع العلم. احنا رحنا انا هو الاستشعار. يعني هو تلاقيه كان بيتفرج ساعتها على فكرة الفيلم زمان بتاع توفيق الدقن واسماعيل اللي هو وكالة الفضاء الخارجي للاسف ولا شركة الفضاء الخارجي للمقاولات العامة. القيادة المتوسطة اللي مش فاهمة، ودي قضية كبيرة موجودة في مصر. لو كانت وكالة بتصطدم بوزير مش فاهم. صحيح. لو كانت وكالة الفضاء بس فاكرين بس عشان ما يزعلش مننا وزير الطيران الحالي، احنا بنتكلم على وزير الطيران اللي هو حسام كمال وزير الطيران السابق. هو مين اللي اشار عليه كده؟ المستشارين بتوعه. صح. هم قالوا له لا امن نفسك، ده الناس بتصرف فلوسها في الارض. بالظبط كده. يا خبر ربنا. فده احنا وصلنا الى هذا الحد طبعا. بالاضافه طبعا كنت وصلنا الى مرحله وسعتك، احنا عارفين القانون كويس وعارفين فنيا كويس قوي، نسقنا مع كل دول العالم وجينا لاخر محطه قلت انا مش هطلع الخطوه دي غير بدعم سياسي. اتقفلت قدامي كل السكك. لازم اذكر وللتاريخ فضل الدكتوره فايزه والنجا، وهي انا طبعا احتكيت بيها اثناء ما كانت وزيره التخطيط والتعاون الدولي، ورايي فيها كان في محله. لما لجأت لها انا عرضت ثلاث ملفات وانتفضت. يعني لولا الدكتوره فايزه ابو النجا هذا حق وقنعت. ربنا هذا حق ربنا. منهم الملف بتاع الموقع الراداري، قلت لها مش هطلع الطلعه ديت اخر طلعه، مش هطلعها في التنسيق الا في دعم سياسي ورايي. ثانيا كان ملف وكاله الفضاء، وهي اللي كانت وراء اصدار قرار انشاء اللجنه العليا. ثالث ملف كان ملف وكاله فضاء افريقيه، كان خرج على المسار بتاعه وكان لازم قرار سياسي عشان نرجعه تاني. واعتقد الدكتور خالد يعني موضوع ملف وكاله فضاء الافريقيه، احنا جينا نقدم بقى عايزين احنا نستضيف وكاله فضاء الافريقيه في مصر، قالوا لنا انتوا ما عندكوش وكاله فضاء مصريه، انتوا عايزين تصنيف وكاله فضاء. بصراحه عندهم حق. ولكن بصراحه عندهم حق. نرجع برضو الفضل للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي. وزير التعليم العالي والبحث العلمي، راجل شجاع جدا جريء. هو ابتدى يساعدنا احنا ان هو يخش في مناطق حيويه جدا، في وزراء سابقين ادوا ظهرهم للملفات دي، وابتدى يطلع قوانين. هذه القوانين قوانين حاكمة هتغير شكل البحث العلمي والاستثمار، وتحول البحث العلمي فعلا لمنتج اقتصادي يعود بالدخل القومي، على الدخل القومي بحاجة جميلة جدا، الأمن الاقتصادي في البحث العلمي. ده كلام محترم. دكاترة شرفتوني ونورتوني، انا سعيد بحضراتكم وسعيد بالانجاز. ده سعيد. احنا كنا محتاجين وقت كتير جدا، لان في كلام كتير. احنا كنا بنقول دلوقتي الحلقه ساعه، احنا عايزين اربع ساعات. لا انا اتمنى. بص انا جايب ايه؟ انا جايب. بص يا دكتور اشتغلوا وكل الوقت لديكم. لا يعني عايز الاسبوع الجاي مهمه، الاسبوع الجاي تعالى وقول لي احنا بنعمل كذا عايزين نتكلم عنه. مبروك. الاسبوع اللي بعده عملنا كذا وبنعمل عنه. احنا القانون بتاع حوافز الابتكار بتاع ده انا بتاع البحث العلمي هتستدعي حضرتك هنا على بيات تيجي انا والدكتور بالهاند باج ونقعد بات في الموضوع. لا انا عايز اقول كلمه بس. طبعا ان لازم الاعلام يقف جنب الدكتور خالد عبد الغفار. السبب هو اسعدني شخصيا امبارح اثناء انعقاد اللجنه، لجنه التعليم في مجلس النواب. احنا باشا بنجيب كل خلاص. احنا دلوقتي قاعدين بنشوط نجيب اجوان. الراجل ده فتح عش الدبابير بالظبط ودخل، والقوانين اللي هو بيتطرق ليها دلوقتي محتاجه دعم الدوله كلها معاه، ما بقاش لوحده. احنا موجودين اهو. عايز اقول حاجه، وسلاحنا على كتفنا. المهم نوع القوانين اللي بتعمل النقله النوعيه، هي دي الحاجه الجميله اللي احنا ناقص. مش قوانين احكام، لا، قوانين النقله النوعيه للدوله المصريه. انا متفائل وان شاء الله الخير جاي. شرفتني يا دكتور مدحت. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شرفت ونورت. بشكر حضراتكم. خلصت حلقتنا النهارده، حلقه جديده من الحياه اليوم مساء السبت ان شاء الله. اشوفكم على خير.